كل صبح يجينا نور نشوف منها مانينا والكل واحد مهمة ودور وحلمي يشوفه في عينه صباح الخير هلا هلا كيف أصبحت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف أمسيت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف أصبحت هلا هلا بالغالي هلا هلا كيف أمسيت هلا هلا بالغالي. اوكي نتفق ان احنا هني وايد نحب الايجابيه والسعاده والفرح ونعطيكم البوست هذا اللي تروح تداوم انت سعيد ولكن ارفع الرايه البيضاء ارفع الرايه البيضاء ليش؟ شنو الجو بارد انا الجو هذا شو يخليني اصير حالي حال الدب القطب الجنوبي اهو الارميرن اهو سنوزيرن تبارك الرحمن النومة ما حلوت إلا آخر شيء آخر ثانية بس لا لا صحنا صح صحنا خلاص صح خلاص إيه good morning good morning everyone إيه والله وصبحكم الله خير مع بداية يوم جديد ويعني الجو الحلو هذا يعني خليك كذي بوضع تشتهي كل شيء تأكل صح أنا من الصبح طاق براسي سحلب صدقين سارة تولي تحت الهواء قلت هذا أحسن قرار اخترتيه في حياتك سحلب صح هذا بس من وين ألقى سحلب إيه صح صح وين صدقين وين شو لا وأبي استحلب هذا اللي بتركيا يعني ذايقة واحد أوف كان جبار أجواء هناك مع مكسرات وفستق وجوز هند هذا كله كالوري صار ها إيه من الصبح شوية طاقة وحرارة والله حاضر رفع عليك نصير لك ندور لك سحلب صباح الخير صباح الورد أنا أقدر كل واحد طبعا كل واحد شرق وغرب التولي والبينام واللي بيسحلب أنا بصفق حق كل الناس اللي اليوم حاشوا بنفس شعوري اللو شنو اللو بما أننا متأخرين أي اليوم لازم نوصل بكر برافو فسويت كل شيء عشان أوصل بكر يا سلام فأنا متأكد أن في وايد أمهات وأبهات وطلبة تعلموا من أخطاء الأمس عشان اليوم يصير أحسن صح أي فشفت حتى شوية الناس ركاد اليوم يبين قاعدين وايد مبكر الناس إنه لا طالع مبكر النشاط إيه وكان يواصل إن شاء الله ويوصلون فهو كلها كم يوم المشكلة على ما تصيد السيستم إجازة شو من أول جديد شو من المرحلة الأولى رد المربع الأول صح رد المربع الأول بس ما يخالف هو هذا دائما عقب الإجازة تحتاج لك وقت على ما ترد تستوعب الروتين الجديد متى تطلع أول كنت شاك يعني كم سنوز كم ألارم فالحين هذه المرحلة اللي كل يوم تعدل الألارم هالدقيقة ولا هالدقيقة ست دقيقتين ولا ست شارب حتى انت وقت تطلع 55 دقيقة أيوة كذي تحاول تبدع كل شوي بالدقائق فأعتقد أن كلنا قاعد نسوي كذي أنا عادة يعني قبل هذه الإجازة كنت أطلع 6 إلى 10 أوكي إنزين عشان أوصل يعني خلينا نقول 6:30 وياخذ كل يعني الدرب ياخذ كل هالوقت اليوم قلت يعني خل أطلع 6:15 أوكي حلو بالزحمة اللي هو على حزة دخلة المدارس يعتبر زحمة يعني أنا استوعبت إن الحين الجيل هذا يعني مختلف تماماً عنه إنزين في أشياء تحرني ما عندهم وما كانوا ما كانت عندي منها إن أشوف بالتيك توك بما إني أنا أحب التيك توك وايد أشوف الأوائل قاعد يطلعوا لي طلبة صغار ايش يسوون اللي هذول يعني انا ما ادري شنو ترتيبه الحين ها 12 11 ما ادري يعني بس يعني اخر المتوسط اول الثانوي ليت جيت ريدي وذ مي تو سكول جيت ريدي وذ مي تو سكول ساعه كم قاعدين حق اسوي توتوريال حق المدرسه اي تخيل روتين الصبح كريماتهم وشغلهم بخصوص الألف كريم وانت بشرتك ما يحتاج انا ادري والله العظيم الحين وايد امهات قاعد يهزوا الراس لان كلكم قاعد تروحون ادري سيفورا وغير سيفورا هالاساء بس أنا قاعدة أطالع بهالعمر هذا اللي أنا قاعدة أتكلم بالتينز يعني بالتعشات وعندها زليون كريم اللي أنا بهالعمر ما عندي حتى هالكمية من هالكريم يا دوب مقص الوجه أنا هالحزة لا ما أصوي لا بس وجهي وفي سكن كير روتين الصبح بس هم عندهم كريمات أعتقد هني شوية تصير شوية ثقافة يعني هو مو مع الهبة أوكي بشرتهم ما أعتقد تحتاج كل هالبرودكت اللي قاعدة تنحط وبيست اون وات انتوا قاعد تختارون هالبرودكت اللي في اشياء حق الجلو وفي اشياء حق الشد وفي اشياء حق الشد والكولاجين ليش بهالعمر صح وبلس ان تشوفها هي لابسه هدوم المدرسه ابو بنات وايد اسفه ادري انكم الحين كلكم رايحين المدرسه وقاعد تسمعوني وحاقدين بس انا ودي افهم الكونسبت يعني اذا في واحده قاعد تسوي شيء قاعد تردد وذ مي دقوا علي
من الصبح وتقول لك انا قاعده الساعه 4:30 الفير وهي بالثانويه ترى بالمتوسط وقاعد تقول اليوم انا اسوي شعري ستريت ولا اليوم شعري ويفي وخل اوريكم شلون اسوي ويفي بعدين يلا خل اوريكم شنو الاشياء اللي احطها ويفي بعدين يلا سيو هذا متى انا كبري اقوم قبل الدوام 45 دقيقه والله وقالت سيو إيه إنه يعني يلا باي يعني والله ما رح مدرسة أوكي حق شاوت أوت حق كل اللي جت ردي حق المدرسة إيه جت بس أنا يعني ما راح يعني أنا عشان برفع الرأي بيضا لا سمحاتي بس أنا خلي أقول مصوبنا إحنا لأن تشاركون هالشيء إحنا ذاك الوقت على زمانكم أيام يوم نفس مكانكم إحنا أهو يلا قوم أهو تبطل بيبان أهو أصلا تشوفونا بالسيارة إحنا ما في ردي إحنا ما في حرف الآر أصلا نايمين بالسيارة ويونا دايخة أي. يمرون علينا بالإشارة فينا حزن أهما قيت ردي وشنو سيو وأربع ونص معقولة إيه وكريمات وتحط لك وتقول لك لا لأن أنا الحين ماي سكين سبيل ولأن ما سويت تان لأن بالشتاء بحط البرونزر اللي مع الأس بي أف لا 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 حلو وهذه ترى ظاهرة مو بس عندنا بالكويت لأن حتى أنا قاعد أشوف اللي برا قاعد يشوفون أن هالعمر هذا كلهم قاعد يكونوا موجودين في بعض المحلات اللي قاعد تبيع يعني المنتجات من التجميل هذه اللي موجوده اللي كنا نحبها اللي تشيسهم قلت اسمها سيفورا وخلصنا انزين يقول لك انه صار في احتلال بهالعمر لدرجه ان انت تدش هالمحلات وتشوف اللي اعمارهم من 10 سنين ل 15 سنه قاعد يشترون المنتجات هذه مالت البشره اللي ليش وحتى في كم امريكيه تطلع لي تقول انا معصبه يا برودكت مراتي بشتريهم ليش مخلصينهم وليش فجأة شيء صار إن سيفورا كلها يعني هي بالنسبة لها شنو حضانة أبغى أشميلهم إيه إن بهالعمر إن وتقول إحنا ما كنا أول كذي يعني نروح وشلون إن في أمهات عندها يلا بروح وبكافئها إن تروح تشتري هالبرودكتس من والله يعني صراحة يعني هو في جانب ثاني إيجابي إنه برافو على على عليهم بهالأعمار هذه إن الاهتمام بالنفس يعني شيء حلو بس ترى ما يفيد تدري أنا مرة سألت الدكتورة الجلدية تقول يعني مهما تستخدم برودكت إذا أنت جسمك ما يحتاجه ترى كأنك ما حطيته بالضبط يعني مو مسألة إن عشان أأخر على ما تقدم العمر ما راح يفيد أبدا لحد الحين جسمك قاعد ينتج هالأشياء هذه بكميات كبيرة فهو أوريدي قاعد يسويها لك هذا البرايتنس والكولاجين وهذا جسمك أصلا هذا وقت اللي يعني خلينا نقول قمة إنتاجه بهالعمر نحتاج التغذية يركزون على التغذية صح. وتغذيتهم الهايدريشن السوائل الفواكه بس صدق المنتجات اللي قاعد يستخدمونها بهالعمر ما لها فايدة على شو احنا الشباب الحين محافظين يعني اتوقع الشباب والله ما ادري خليني اشوف انا اذا بقى يطلعوا لي شباب هالعمر ولا صيدي لي واحد قاعد يقول قلت ردي الله يخليك بس يمكن ما تدري شنو قاعد يسوي يعني امس طلع لي واحد هم كذي بهالعمر بس انه قاعد يسوي ريفيو على مطاعم الفاست فود اوكي بس هو قاعد يتكلم انا عمره اقل من 9 سنين ما شاء الله عليه اي ويلا وكرو محترف وانا قاعد اتكلم عن الكويتيين هني اوكي يسحب لك التشيز ويلا انا احب اسوي لكم ريفيو على هالمطعم وخليني اوريكم التشيز برجر ومسوي مونتاج الله يحفظهم اي حلو تعال شوف ان شلون هم تطوروا وتغيروا عنا واحنا بهالعمر انا اهتمامي ان ابي بعد باربيه رقم 15 أيه. رقم 25 وحين على امي ابي ذات الرداء الاحمر ابي اروح امثل لاني صح هم لا هم جيت ريدي وذ مي وسناب شات ويبون هالبرودكت ويبون يسوون ريفيو على هالاكله ولا على هالكافيه والله ترى الحياة تغيرت ترى صدق والله لما دشت تفاصيل قبل لا يروح المدرسة عنده اوريدي يوم كامل بادي ايه. انا ليه الحصة الرابعة يلا اقعد رابع عقب الفرصة نجرس الفرصة احنا وين في احنا وصلنا الرابعة هم قاعدين من 4:30 الفجر نبدا الرسم رسم ورا بعض ايوه واليوم اللي يصير فيه عربي من الصبح شنو كئيب بالنسبه لي رياضيات تصير فيني ليش اي هذه خلاص هذا اي انا ما شفت ولا واحد طلع مره تحلطم على جدول تخيل اي والله ما يتحلطم الا على جدول ابي اعرف شنو يدرسون عندهم هذه الحصص المتكرره عندهم احتياط ولا لا معنى صدقين ترى هم منهجهم اصعب من منهجنا يعني هم اتوقع ان يدرسون حتى الكيمياء والفيزياء صح احنا قبل ما شلون كنا لا ولا علمي ولا ادبي مقررات صح اي هم غيروا من يدرسون اجباري هم ما عندهم مقررات بعدين ثاني عشر كنا اللي يحدد هو اي ما ادري فهو يمر على كل المواد احنا شنو قبل هذه حساب حتى مو حساب تحس ان انت تسوي شيء وايد غلط بحياتك يعني مو انك تبي تدرس يوم الحساب الحين يعني جدول الضرب ولكن الاكيد انه
كثر ما قاعد احاول اعطيكم طاقه جيت ريدي والله. فبرافو ابر اللي قاعد يسوي جيت ريدي ومذمي ويومكم قاعد يبتدي وايد مبكر. فانا بس اهنيهم انهم قاعدون 4:30 الفجر. برافو والله. يعني تخيل حتى قبلنا احنا. فبرافو. وكل واحد اكيد يعني بالنهايه اذا ما اخذ الابروفل من اولياء امره ما نقدر نقول شيء. بس يعني ديروا بالكم. انا ضروري اسوي حساب تيك توك. احس وايد طايفني وايد شغلات. روان وانا قبل شوي جاي الدوام قاعد اسمع الاغنيه هذه صراحه وقاعد اتمعن بكلامها. يا حلو ان الانسان اذا كان بس يحاتي انسان ثاني يفكر فيه ويصير فيه شيء الله بس اهم شيء انت مو انا. بالطلب هذا انت عايزت هلفه والله. يعني انتهت العلاقه ليش بيصير فيه انت طيب؟ اهم شيء ترى انا عادي ليش؟ يعني ليش عشان ليش ايش البشاعه؟ محبه. لا بس انت عادي خلنا مني انا مو مهمه. مهم انت. لا انا مهمه الفي عيت وانا علمك. لا انا قاعد اضبط اموري حق تحدي الخميس عشان حق الناس. اهم شيء انت والله حاتيكم. اوكي بس دي حسبه ثانيه. طول الصوت ام حليب مايك عندك. الجو انا يعني في بالاعداد شيء عاجبني صراحه. هم اي شيء له علاقه بالجو يربطونه فيني. انا مالي شغل. انا صدقوني مالي شغل. بس معلوم حبيتها وايد ان مركز العجيري يقول استمرار البروده مع دخول موسم العقارب حتى 10 الجاري وراح يستمر ان شاء الله 26 يوم. يعني الناس اللي ولهانه على هذا الجو لان دائما يقول الناس قسم قسمين. في ناس تحب موسم الشتاء صراحه واحنا يمكن قله اكتشفت اخر مره لان في ناس وايد عندها الجو المعتدل للصيف هو موسمهم المفضل. ولكن حق الناس اللي تحب اللبس الشتوي والهاينك والهات شوكليت فهذا موسمكم وان شاء الله مستمر معنا واستمتعوا كثر ما تقدرون صراحه. يعني ليه 10 الجاري يعني ليه 10 فبراير وبعدها 26 يوم زياده؟ يس. واو العقارب. عقارب موسم العقارب. سامة انا ليه ان شاء الله وقت نشرة الاخبار راح ابدع راح اخذ راحتي. عقارب يعني يسموني اصلا طلب عقرب ولا شنو؟ طلب ملك العقارب. بس صدق استمتعنا ساعة نسولف عن موضوع الجو يعني جدا جميل وان شاء الله على دخلة رمضان يكون اجمل. انا والهانة على رمضان يكون شتاء. مرتبط عندي الطفولة ورمضان بالشتاء. صح أذكر يعني ما هذا الصيف يعني توه يعني هالسنين هذه مو من زمان. والله شوفي صدقين يعني هو يعني أكيد تبارك الرحمن إحنا عشنا سنوات جميلة بموسم رمضان. ذاكرتي إن موسم الصيف كنا على كبر يعني أي. يعني توه ريسنتلي يعني خلينا نقول آخر 5 سنين موسم الشتاء أنا أذكر بالثانوية كنت أي. وكان يعني صدق موسم تبارك الرحمن عجيب. الحين إحنا أكيد كل ماله وقاعد نرجع فيعني صح. خلال الفترة الجاية رمضان كل ماله لو رح يكون إن شاء الله في موسم البرد. بس اللي أنا متأكد أسامة حاول لا تسمع اللي أنا متأكد منه أن إحنا جو رح يكون معتدل يعني في فترة إحنا إن شاء الله رمضان بقى عليه تقريبا شهر ما شاء الله يعني إحنا 11/3 فبهالفترة هذه رح يكون الجو معتدل يعني بالنهار الجو خلينا نقول جميل مو حار وبالليل نسناس الهواء. فأنتي لا تصيري الحين نفسي وأنا بالموسم هذا أبي هاينك أبي شتوي عشان لا يصير حر. أنا والهانة على سبحان الله دار الزمن دار والهانة على هدوم الشتاء اللي بالعيد أيه. بالعيد كنا نعيد بهدوم الشتوية كان وايد أسهل. الحين الصيفي مشكلة تعال أيه. دور ملابس صيفية يعني أنتوا طبعا ما تفرق وياكم طرق الدشداشة وأمش سارة أمس أنا سويت ريل فيديو. والله العظيم ان كميه التعليقات اللي وصلت لي حسيت ان لاول مره ننتصر. صدق والله سريع كان ترى من صدقي احنا صدق حياتنا يعني ما شاء الله عليكم. انا ادري ان انتم تحبون الزين وتهتمون وهذا الشيء بالعكس شيء وايد حلو بس اكتشفت انه فعلا ياخذ جهد ووقت يعني ساعات انت ولا تلفون انه عشان اسوي هالمشوار عشان اغطي هالتغطيه عشان اكون انا موجوده بهالمكان في وراء وقت وجهد. احنا بالنسبه لنا وانتم تقولون ترى وايد ما اختم اكتشفت الحين ان احنا حياتنا وايد سهله وايد طلب احنا مو عندنا تصوير بعد الحلقه أي. يعني انا السنوز قبلها بنص ساعه يعني احنا المفروض الساعه 4:30 حلو انا 4 اوكي انا اللي ما راح ابالغ هذه نفس الدجاجه اللي بالعود ما نفست افتكيت بس اصور كاشخ امس وكاشخ اليوم عشان كذي اتمنى لما البنت تبتدي تتجهز لا تقولها يلا ايش دعوة كل هالوقت خلصينا لا مو خلصينا وايد في بروسس قبل لا اخر شيء نوصل للباب زين ليش ما تسوون دورات حقنا او مثلا تيتوريال
أو مثلاً تسوون كلها التوتوريال اللي ما نشوف سكيب موجود باليوتيوب. إيه صح. سووا كامبين حملة عزيز الجو وايد ذابح الجو عزيز الزوج انتبه، هذه تفاصيل حياتنا، خلي يعيش تفاصيل حياتكم، خلي يعرف مثلاً أنتو صدق تحتاجون وايد وقت، انتوا هذا الشيء تستعسرون منه ترى. ما ادري شو ما تدري ساكين. يعني المفروض انت تكون عايش في البيت، يعني عندكم خوات زين وامهاتكم موجودين، قاعد طالع تعلم. يعني هذا ترى هذا كله كان في دروس بالمجان موجوده على ما توصل حق اسرتك الخاصه. الحين انت يور نوت بينج اتنشن حق هالتفاصيل، ترى مصيبه. روان الحين بالمدرسه يوم انت كنت تداومين مو في حصص، انت تكونين مو صح 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 مو منتبه. ترى احنا كذي ترى طول حياتنا مو منتبهين. لازم يصير في دورات تاهيليه زين قبل الزواج، زين لما واحد يتزوج يبتدون بيته يطرشونه حق التموين، يطرشونه حق الجمعيه، يعرف شلون انه ترى بتروح وايد شويخ مو بس حق سيارتك، حتى حق سيارتها. تقعد تشوف خواتك، امك في البيت ايش كثر تاخذ على ما تخلص، لقطه انه حلو هذا ولا لا، كله لازم حلو. صح صح لازم تبدي رايك بسرعه. ايوه انه جميل وحلو، تنتبه حق التفاصيل، جرب انه تسمع السوالف عشان تتعود انك تركز، يصير في سمع اكثر تفاصيل رياكشنات مال وي انه اوه حلفه صدق شلون ليش حقه كذي، لازم الكلمات مع السوالف. عشان كذي احنا لان احنا ما ندري فاحنا وكذي ومتاخرين على الزواج، احنا مره نعرف كل هذا اول وايد. لا مثل ما كل اقول في وايد مهارات لازم تتعلم، مو انه بس تروحون تاسسون. اي لا مهارات حياتيه. تعلم عزيزي الرجل. بالضبط. المهم زينين انتم شفاك. اوكي بما ان احنا عودناكم احنا في شهر فبراير شهر الكويت اللي عسى الرب يديم علينا هذه النعمه الحلوه اللي اسمها الكويت، وقلنا لكم احنا بس نسيدي شهر فبراير كل يوم نعطيكم معلومه حلوه جميله عن ديرتنا الحبيبه الكويت، بس من باب عشان نبين لكم ايش كثر هالارض جميله وربي منعم علينا ومكرم علينا لما خلانا ان احنا نخلق كويتيين. فراح نعطيكم بعض المعلومات الجميله كل يوم عشان بس كذي تحمدون الله ونحمد الله ونشكره على هذه النعمه الجميله. كلنا نحب الفلوس، كلنا نحب الفلوس، كلنا اي بطلب باكاتكم الحين كلكم شوفوا بس شوفوا شنو الانواط اللي موجوده. بسم الله الرحمن الرحيم. دنانير 4 عندي 10 برافو يا سلام، عندي دينار عافيه وعندي دينار ثاني ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظني ونص دينار ناقصني شنو ربع وخمس دنانير. يس ربع وخمس دنانير عملتنا هذه الحلوه اللي تهبل بهالاصدار الجميل وبهالشكل الحلو، انا اعتبرها من اجمل العملات اللي في العالم صراحه، وديزاين اوراقنا النقديه خيالي جميل جميل جميل. طبعا احنا هذا باخر اصدار الاصدار السادس، لكن الدينار الكويتي هو يعتبر العمله الاساسيه في دوله الكويت، واصدر المجلس النقد الكويتي اول دينار في الاسواق العامة في عام 1960 عقب الروبية الهندية اللي كانت تستخدم أكيد كهي العملة الأساسية في ذاك الوقت، والبنك الكويتي المركزي بعدها أصدر 6 إصدارات، وخلنا نقول آخر عملة وصلتنا اللي هي الحين قاعدين نستخدمها في 2014 واللي تم الإعلان عنها في 19 مايو سنة 2014. وطبعا الدينار مثل ما احنا قلنا عندنا الفئات النقدية، نبتدي من الربع والنص والدينار والخمسة والعشرة والعشرين. ومعلومة حلوة أن أساسا ورقة العشرين أو الورقة النقدية العشرين هي تم إصدارها أول مرة في 86 وقمنا نستخدم عاد العشرين، وكلكم أكيد تذكرون ألوان عملاتنا شنو كانت. كثر كانت العشرة كانت خضراء، إيه العشرين كانت عنابي الله. والخمسة كانت لحظة لا كنا الخمسة لا خمسة عنابي أي ما أدري عنابي بنفسجي صح. ألواننا جميلة، والإصدار هذا السادس اللي إحنا الحين قاعدين نستخدمه مثل ما تشوفون يحتوي كل ورقة نقدية على معلم من معالم الكويت أو شيء يرتبط فيه تاريخ الكويت وأبرز ما مرت فيه بالكويت من مراحل، مثل ما تشوفون طبعا فيها أكثر من شيء، الربع دينار في برج التحرير والنص في أبراز الكويت، وعندنا الخمسة فيها بما يخص النفط قاعد أشوف ناقلات النفط، والدينار في طبعا أهم مسجد هو المسجد الكبير، وعندنا العشرة فيها الصقر كونه هو يرمز أيضا وموجود في شعار الدولة مع الجمل، والعشرين فيها أكيد من أجدادنا ريحة أجدادنا الجميلين وهي مهنة الغوص. والجميل في الموضوع أن الدينار طبعا إذا خرجته هو عبارة عن
كم فلس؟ كم 100 فلس؟ 1000 فلس. 1000 فلس طارش طارش فلوس تحتينا. واحلى شيء واحلى معلومه ونقول الحمد لله على النعمه والنعمه اللي الله رزقنا فيها، وعسى ربي دوم ان شاء الله مخلي دينارنا مشلل بالعلالي يا رب. يعتبر الدينار اعلى سعر صرف في العالم واغلى عمله في العالم. تبارك الرحمن ما شاء الله. ربي يزيدنا ان شاء الله ولا يغير علينا للاحسن ان شاء الله. دينارنا دوم مشلل. انا اقول هالجمله انا ورفيجاتي كل ما نسافر وبس تدفع الحساب يقول الله يعز الكويت ويعز الدينار الكويتي. تعيش تعيش هناك برا تتحس ان هالدينار يسوى، خاصه بالشوبينج. إيه انا بقول يا رب يا رب من العشرينات هذه 100,000 عشرين من حيث لا أحتسب. يا كريم. فدايما نقول الحمد لله يا ربي على هالنعمة، وهذا اللي دايما نقول الدينار وشنو فيه الدينار ما في بركة، لا الدينار في بركة ودينارنا في بركة. عسى ربي إن شاء الله دوم نعيش بهالرخة هذا يا رب ونستمتع بهالعملة الجميلة وديرتنا الحبيبة الكويت. وإي إحنا كذي والعالم كله يقول يا حظة لأن كويتي. والله خوش موضوع. والله خوش موضوع. اليوم احس مودي يعني دوانيه اكثر. لا هذا اي حتى احنا ترى دوانيه اكثر. كانت وايد مبكر. بس اكتشفت شخصيه جديده في في شخصيتك شيء جديد يعني. صدق والله تستعطف. انا اي صدق والله انا بالنسبه لي جد والله العظيم خلينا قهوتنا لب. صح 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 حق قهوتنا اقدر ارد عليك كل شيء. بس شفتي قال حتى سارة اللي ما لقيتها متعلقة علقت قلت الله شو ربطي عبد المطلب حتى هي صار فيها الله شو ربطي انا يعني ادري فانت يوم عطيت لهذا صار فيني عيلانه صح. لا 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 صح عيلانه صح لان انا دائما اخذ فصال في ناس منطقيه اخذ منهم الفصال يبين 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 مع القهوه. خالد نسبتي خالد نسبتي بس عشان قبل نروح حق قهوه نغم احنا عزار مشكورة. أنا حاب أن الموضوع أنه كل ما أتذكر شيء موجود بالإعداد. أمس يمكن تناقشت أنا سارة وروان عن موضوع المتقلبين اللي مزاجهم فجأة مرة واحدة يقلب وصار فينا شو نتعامل معاهم. يعني أحس أن الموضوع وايد صعب. أنا بالنسبة لي صج 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 ما أعرف أتعامل مع الناس اللي فجأة تتغير. سهل أتقلب 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 أنت حل شخصيته وأتقلب يعني هاتي شخصياتها الجديدة. فإحنا نعرف نصوبكم أنتوا على 22-90-4. سؤال يقول شلون تقدر تتعامل مع المتقلبين خاصة المزاج اللي فجأة يتغير وياك إذا في طريقة تكنيك أو أنت من الناس اللي يقول يعني ترى نفسه أنا اللي متقلب المزاج لازم تفهمونا. يعني بالنهاية ليش أنتوا محسسين أن إحنا غلط؟ أنا من حقي إيه عادي ترى يعني سنشال لما يكون متقلب أنا عندي هذا سكر الحياة. أي. سكر الحياة لأن كل شوي بيعطيك مود ما راح تحس بالملل معاه. والله فجأة مبوس فجأة يعني أوفر جوي فجأة خيال أحبهم أنا. بس توهقون ليش؟ يوهق الموضوع روان يعني ساعات في يعني مواقف ما تتحمل ان اللي قدامك يكون متقلب. لازم يعني يعني مايه واحده مركب واحد يعني هوبا كذي هوبا للا يلا تكونين اليرت طول الوقت وياهم مو مسنده مريح اليرت اليرت ايش راح يصير الحين هي باي مود راح تختلف الحين يتعب وايد تعب شويه بعدين سكر المايك شو يصير فيكم انتم؟ ايه ايه ما اضحك حلو اكشن حلو. انا بصراحه انا لاني انا عندي المود سوينجز عاليه ودائما شيء مزاجي متقلب ادري في بعض الامور ودي اسيطر على الموضوع بس مو بيدي. وقبل فتره تكلمت الموضوع ما اعرف ليش لان كنت وياها بالسياره اوكي نسولف عادي ادري شان اسكت تقول لا مو لهالدرجه تقول لي فران ننطر شويه انا تحملت حملت عملت بس هذا اللي يعني ثلاث ثواني سالفتي حتى ما خلصت اهي ما لها قلت لها ما ادري حسيت اني فقدت الشغف فجاه فقدت الشغف سالفتها اني ما ابي فكانت تقول لي بس انت لازم تراعي مشاعر الناس انه يمكن هم يكونون يعني مندمجين معاك صح وانت فجاه انت تحسسينهم انهم فيهم شيء غلط انه سووا شيء يمكن هو ازعجك كان اكتشف انه لا هو شيء ما له علاقه في الناس يعني وادري ايش كثر يوتر الشخصيات الثانيه انه شلون كذي بسرعه قلب مزاجها انا قلت شيء انا ضايقته بشيء زعلته بس هو في شيء ما ادري شنو يصير يعني ماني فاهمه شنو الموضوع لا بس تصالحت مع هذا انه خلوني بروحي زين واذا صار العكس اذا الحين انت قاعد تقولي سالفه ومندمجه فيها وفجاه كان قرر افقد الشغف
وصرت انا سايلنت. ابي اعرف ردة فعل المتقلب المزاجي اللي هو يتقبل هالشيء. بجاوب عنه روان. تدري شنو الشيء الحلو في المتقلبين مزاجيا؟ في شغلات حلوه اقول ايش وايد شيء حلو، لانهم متقلبين مزاجيا ما يزعلون. ايه يا اخي ما يزعلون، والله مشكوره، والله ما يزعلون. دفعت لها شيء اليوم؟ لا صدق معاشرة، أنا متقلبين مزاجياً وايد. أوكي إيه. ما يزعلون، فيعني أقدر أعطيك يور سبيس، خلاص أؤخر وما أخذ الموضوع يعني بيرسونال أنه هوش فيه مش، لا أقول خلاص أوكي عادي وتروح الحياة. يقدرون المزاج فيصير مزاجهم عالي، يعني مقدرين مزاجهم، فش حق أزعل؟ حتى لما أحد يقول لك مثلا الحين أنا أبي أشرب قهوتي بصمت، أقدر يعني ما أسوي لك إنه إيش دعوة بصمت عادي، يعني إحنا قاعدين خلنا نسولف. لا أقدر والله، يعني انا مبهور فيكم، ولكن هذا ما يمنع ان نسمع الناس اللي ما شاء الله بدوا يتصلون. احنا رد الذكر السؤال يقول شلون تقدر تتعامل مع المتقلب المزاجي، واذا انت كنت المتقلب المزاجي شلون انت قاعد توصل لنا هالرساله، وشنو الهدف من وليش تبي تصير متقلب مزاجي، انت نفسهم ولا غير عنهم؟ فعلى 22/20/24 ام احمد، يا صباح الخير. يسعد صباحكم، حياكم الله. صباحك يا رب، ومشكورين على هالموضوع الحلو، مشكورين على هالجمع الحلو. الله يعافيك يا رب. بالنسبة حق سؤال اليوم، أنا أقول لكم بصراحة أعاني منه وايد، سواء شخصيا أنا واللي قدامي. الحين أنا بالنسبة اللي قدامي برد عليكم، بس بالنسبة لي الله يكون عود الإسلام. شيء أنت متقلبة مزاج؟ يعني متقلبة هذه يعني شيء لا يذكر. حلو، أحب هالفريق. يعني دكتوراه ماستر أم أحمد بالتقلب. أبتشيك أي يعني أنا أعاني من نفسي، أنا جداً أعاني من نفسي. فعليها الحين بالنسبة حق اللي تعاملون معي كذي بالأول، كنت يعني أقيسهم على عمري فأقول إيه وعلي ظروف، ها لا الحريم بالنسبة لنا أخوي عارفون زميلاتنا هرمونات الشباب لا يأيت له ظروف إلى آخره. حلو. بعدين صرت اسفنجة، لا صار زيادة علي وأنا خلقة متقلبة. أقول الناحية الثانية على طول، الوجه الثاني متقلب، المود ما لا عجبني خذوا هات، المود ما لا ما عجبني يلا مع السلامة. كافو عليك والله صح. إيه إيه لا جزاكم الله خير. أم أحمد الله يحفظك يا رب، بس هزار رفعت لابته، تبي تعرف شنو برجك؟ شنو برجك أم أحمد؟ والله السرطان معروفين. السرطان حلو صارت. الله يحفظك يا رب. ثانك يو لاندي، انت انصفتينا كلنا المزاجيين والمتقلبين المزاج، لان اللي بالسيديو اوكي سارة انصفتنا، بس طلب عنده انه مو قادر يفهمنا انه ليش قاعد يصير معنا هالشيء. ما اقدر بحس باله انه كنا احنا قاعد نسوي متعمدين، احنا مو متعمدين. لا هو خلينا نتفق انه في بعض المرات بس انه يعني مو هو للامانه ان كل انسان عنده طريقه بالتعامل، وانا اتفهم حتى اللي اول مره قاعد اقول ابي عارف ان احنا شلون نقدر نتعامل معاكم. أيه. يعني لان مثلا خلينا نقول ان انت تهميني، ساره تهمني، اذا انتم تقلبتوا بالمزاج انا انتم تهموني، فلازم اعرف شلون اتعامل معاكم. انا شخصيا انا ما ادري في نفسي يعني وايد ناس ما اعرف اتعامل، يعني ما يصير ان اليوم انت كنت مستانس باكر انت منفس ما اعرف اتعامل زين. باكر شلون باكر هو الحين؟ الحين بعد الحين خلال خمس دقائق مود بمود يصير الحل اتقلب. قلت لك والله شكلك كذي. شوفي بدر، اهلا يا بدر، صباح الخير. صباح الخير، الله يعطيك العافيه ابو طالب روان وساره، والله يديم هالجمعه عليه حبيبي. الله يحفظك يا بدر. يسلمك يا بدر، مشكور. طبعا انا بالنسبه لي صعب جدا اتعامل مع المتقلب، لكن اللي تحكم العلاقه يعني نوع العلاقه مع الشخص هي اللي تحكم. احيانا يكون عنده قدره اني انا اتحمل صح اذا كان شخص قريب، لكن مثلا نقول زملاء الدوام او اللي نلتقي فيهم صدفه بسفره بطلعه بجمعه، لا ما عندي استعداد اني انا اتحمل. وقبل لا تسالوني اللي انا مستغرب فيه اني انا جوزائي. عندهم جوزائي إيه، لكن يغلب شوي طابع الهدوء يعني حتى في التعامل مع الـ مع الـ مع الأشخاص اللي حوالي، لكن نوع العلاقة هي اللي تحكم قدرتي على تحمل الشخص المزاجي أو الشخص المتقلب. أحياناً لا إيه يعني إذا كان في صلة قرابة الأهل ممكن أنا أتحمل، لكن إذا غير لا أغير المكان أشوف شيء ثاني، لكن ما وصل درجة توتر إني أنا حتى إني أنا أجاري
بحالة المزاجية. حلو حلو. ونعتذر من رمضان ترى لنا. بدر احنا حبيبي الله يحفظك يا رب درب السلامة. بس ما طبيت في النوايد. مشكور بدر والله. أشكرك وايد أشكرك. شكرا على التقدير. الله يحفظك. معصومة صباحك خير. يا هلا صباح الورد. صباح النور. طبعا صراحة موضوعكم اليوم وايد حلو عن المتقلبين. إيه؟ وانا جوزائية واحنا ملوك المزاج. مشكورة معصومة لاني انا قضبت نفسي عشان ما اقول حق بدر يعني شلون ان انت جوزائي. إيه؟ ومتقلب فانت الحين قلتي اللي بخاطري. روحي. بالضبط انا ما سمعت بدر قاعد اقول الجوزائيين كلهم هلو. اي مشكورة انتوا انتوا اساس احنا نتعلم منكم. اي صراحه اقول لك اياها بعد قلبي خلي اقول لك very interesting لما تشوفين جوزاء يجابر مثلا هوائي ثاني مثلا انا عندي صديقتي هي دلو منزول السالفه فمثلا مزاج السالفه ما عجبني اوكي عادي شفت على الثاني فدلو يفهمني هوائي يروح معي بس المشكله لما يكون معنا احد ارضي اللي هو نحن احنا احنا اي بالضبط يقول شو السالفة شو السالفة ايش فيهم خل نركز بس شنو الحلو إذا حسينا إن هذا والله السالفة اللي قاعد أقولها ممكن شوية تعكر مزاج على طول سويتش على طول برافو. بس it's very interesting يعني أنا ترى عندي هم صديقاتي الجدي فلما نسولف أشوف ردات الفعل أفهم شوفي يعني أكثر من أمثالك يا معصومة اللي قاعد تقرين بس في ناس ما يهمها عرفتي يتسوي مو مهم اللي قدامي متعسر ما تعسر فهمني كمل رايحه بالمود لا ولما تكون ناس جديده يعني مثلا مو عارفين منه فيشوفوني انا سويتش فروم وان سب من موضوع لموضوع فاقول لهم باي ذا واي انا جوزاء متصالحه معصومه يا حلوك والله حبيتك جدا جدا عسل والله يعني اصعد موجه انزل موجه على حسب اللي حوالي بس شنو صراحة to be honest المزاج إذا كان مو زين دائما الواحد يحاول to be avoid الناس يروح يختفي هو المفروض بعدين خلاص أوكي it's fine صح فهذه كانت أنا إضافتي بس صراحة يعني يعطي جو حق المكان لا هذا ماركتينج لا 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 معصومة ساعة أقول له لا مو ماركتينج وحتى الجدي لما يقعد كذي مصدوم أحسه كذي أقولها عاد أوكي ترى ضغطتنا والله معصومة عجيبة على فكرة وايد أحبكم تدرون ليش لأن أنتوا البالانس بحياتنا حبيبي نشوف الحياة الواقع قدامنا فإحنا نكون شوية بالهواء وناخذ الواقع منكم صح ويسعدني صباحكم صباحك يا حبيبتي انت ومشكورة على الاتصال الجميل يعني وايد بردتي كبدي وايد قالت وايد يعني بوينتس انا ارتحت والله شوف يعني احنا نرد الجميل ان ناخذ من السايدين حلو ان اخذنا من السايد الناس اللي قاعد تقول ليش قاعد تتقلب والمزاجية وقاعد تبرر التقلب المزاجية وهم حلو ان تعرفون مشاعرنا يعني اليوم انا ارد اقول انه وايد صعب وايد وايد صعب علينا اني اقدر اتفهم شون أنا بالنهاية شون أتعامل معهم بس يعني ودي أعرف أعطيه سبيس أتكلم أوخر أتقلب وياكم أنتوا تنفسون أنفس أكثر منكم كل شوية لا تنفس أكثر منا بس حقنا إحنا تنفس بس أي أحد ما رضى بس أنت جرب كل التكنيك بحاول كثر ما أقدر بروح حق نورة صباح الخير صباح النور يا هلا يا هلا فيش نورة شونك الحمد لله بخير معانا ولا وياهم شلون أتعامل مع المزاجيين إذا شفتها فجأة صارت حزينة وهي مزاج الحزين حلو أخليها راحتها ما حاجيها تمام زين أما المزاج فجأة متنرفزة ومطنقرة أي تعبتي استفزها زيادة والله ما أدري ليش متى الحين معصبة أنا قاعد أغني أضحك أسوي هي يمي هوا بس أنا قاعد استفزها زيادة يعني قاعد يدينا حطب ليش والله ما أدري ليش ما أدري لا من المتقلب الحين وانا ثانية اقول لك مصيبه انا ذاتيه بعد خلاص حسيت يعني قريتك والله مصيبه انا مزاجيه بعد بس انا شو نوعي خلاص جت لي الحاله خلوني بروحي ما قعدت اضايق الناس اللي حولي ما اكدر جوهم ما اعطي جوهم هلا نورة شوفي انت قلتي يعني وليتني الحاله فانا صار لي ساعه قاعده اتجنب اقول هالكلمه عرفتي واحد يكون صريح الواحد يكون صريح عشان ما يمسك علي لان انا بالبيت يسوي لي كذي عيت هالحاله بس خلاص فارق على حالي واحد يكون صريح
خلاص ينتهي الحاله هتوها. خلوها خلوها هذه الحين روح. صح يا يخلون يا يخلونك يا يستفزونك واستانس. المشكله بيقول لي بس ينتهي الحاله خلوها يصير فيني اشوف فمه وخلوني. ايوه بالضبط. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اهم شيء نوره ان لا تستفزيني يعزموش على ريوك. حاضي عليهم. حبيت ان الحين المزاجيين المتقلبين كلهم قاعدين يقولون لها شوف هذا التصالح النفسي اللي احنا عايشينه. لاحظتي؟ مو ان احد يقول شكو انا مو متقلب انتم فاهميني غلط. الحين الدور عليكم انتم التيم الثاني اللي لحد الحين ما شفت احد. لا انا متدربه صيدتهم. اي هذه انت مساعده تكنيك ساره احسها يضرب. هذا اتقلب صدق لما اتقلب يتفاجئون. اي ويرجعون بالانس مره ثانيه. ما اقدر ما اعرف. هم يرجعون لك على الموضوع جربه. والله يعني بحاول كثر ما اخذ تكنيك بس انا صدق يعني هذه نقطه وايد مهمه. انا السؤال اليوم توقعت ان الناس اللي تعاني المتقلبين. انا ما هقيت المتقلبين لاقين مبسوطين بالصدق. كيفكم دي الودت ويانا ناخذ نبيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا نبيل. هلا شلونكم طيبين؟ نبيل شلونك؟ لونج تايم. اي والله لونج تايم. يلا تقعد تقدر. يلا وي شود. والله وي شود. يلا قولوا خل الطالب يدز لي مسج. خلاص حاضر ان شاء الله. انت شلونك؟ عساك بخير. أنا وايد بخير الحمد لله. شلونكم طيبين؟ إي والله طال حالك. أقول خلكم مثل الحمامة قلاوي. إي من يشد الهواء يقلب أقلب وياه. حلو. هذا أقلب ولوت هو يلوت أنت لوت أكثر. ماكو. خلي أغلب الثاني خليكم مثل الحمامة. شوف مو الحين الغراب علمنا ندفن الأموات تعلموا من الحمام. هو يلوت أنت لوت. شفت أكثر من كذي تكنيك وسياسة ما في. ما في أبد أبد. والله دائما حكيم. واللي لوت أكثر ذا وينر. اللي لوت برشاقة أو يقلب برشاقة وهذا حلو هو الوينر. صح صح والله عدل كلامك نبيل عدل. سعد لي صباحك. والله سمبل. لايف سمبل أصلا. يس. السلام عليكم. مع السلامة. يسلمك ربي. الكلام نبيل حلو. فعل صعب والله. تدري شنو المشكلة أن أنت قاعد تقول شيء بس أنت قاعد تسوي. اللي هو شنو اللي انا يعني امشي مع المزاج؟ لا اي يعني لما يصير في كذي المود سوينج انت قاعد تعطي سبيس. لان اوكي تعلمت. اي شفت تعلمت فتعلمت بس يصير في انا شهد لك اعطيك هالكريدت عبد المطلب. والله والله يعني هذا والله يعني سعيد وايد تطورت وكله حتى اقول هو كان مكان وياي صار مكان. بس انا الحين بليفل 1 أنا أخاف من المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة الحين ما وصلت لها ما أعرف. ليفل 1 رشاقة. إيه؟ تحتاج رشاقه وفن. حلو. تقلب عرفت. إيه إيه إيه. انا وايد فاضي بحياتي قاعد افكر شلون. والله ودي ام عبد الرحمن. صباح الخير. صباح الخير. صباح الورد والنوير. صباحكم الصباحي والوردي والتفاحي. صباحي طرد الفقر. صباحي بالخير. صباحي يوم الدين. صباحكم جوري ونرجس الكادي. هلا عبد الرحمن. هلا شلونك؟ هلا وغلا. هلا فيكم ويعز غاليكم يا رب. شو اخبارك؟ والله تمام. شلونكم مع ردة المدارس؟ بكي فيها دموع. خالف عبد الرحمن متقاعدة انت عادي تقدرين تردين تنام. من يرد ينام الله يسلمك. الحمد لله كلنا بخير. انت شلونك؟ جايين. صباحكم السيرك العالمي اليوم. ايش فيكم؟ تقلب وما صرت زبادي صرت هوامي. عشان بنحاول نقلل المشاكل في العالم يا عبد الرحمن لأن الناس لما يصير فيهم ما يعرف نتعامل مع الناس المزاجية والمتقلبة فإحنا نطرح الموضوع حق الناس وهم يعطون الحلول. يعني يا عبد الرحمن أنت تصيرين يا هالجروب يا هالجروب يعني يا أنت لا أنا الحوت. الحوت يتحدث. الحوت ماشي مع كل ما يعني قاعد فرحان بفرح وياه. لا انا ويا الناس بكل حالاتهم ولا كذي ما راح اعيش ولا راح اكون لي صداقات. صحيح. ولا حيكون لي معارف. فليش زعلان اواسيك فرحان افرح وياك يعني متضايق اطبطب عليك ليش؟ خلينا ماشيين كذي. هذه هي الحياه مشاركه المفروض. والله حلو حلو مع بعض وانت عند بعض بس الراي والضراء.
جميل بالضبط، ونشيل بالونات في عيد الميلاد ونفخ البلالين. يا نقيت يوم سعيد يا عبد الرحمن، الله يحفظك يا رب. حبيبتي مع السلامة. سارة عندك بو زيد. أهلا بو زيد، صباح الخير. صباح الخير، صباح الورد. هلا هلا. ها من أي فريق، المتقلبين ولا الثابتين؟ أنا أقول الجوزاء بس يعني أنا ما من الجوزاء يعني. كنت دقيت اليوم أول كان عندي تقلب المزاج، بعدين الحمد لله تقلبت عليه. الإنسان اللي متقلب المزاج ما عنده ثقة بنفسه وغير متصل مع نفسه يكون، عشان كذي أخطر شيء بالتقلب المزاج الأسرية. خلا واحدة شافها راح عندهم ومشافها وكل شيء، ثاني يوم مو قادر يقعد ولا يكلمها، خطر يعني بالعمل، صاحب العمل أو هذا بيوم مستانس وأنت جايب له مثلاً حسب طبيعة عملك جايب له مثلاً سيلز وجايب له أكاونتس وهذا، ثاني يوم حبيبي راجع شؤون الموظفين له، فتقلب المزاج يعني موضوع خطير جداً. ولكن هو أنا أقول إنه يكون ما عنده ثقة بالنفس، فهي الثقة بالنفس يعني مهمة جداً ويقدر يبنيها من بعناصر معينة، وبالآخر المتقلب المزاج عطب لباس شوفه بيرجع بيلحقك، هو بيصير يدور عليك يدق عليك ويتعلم ويتربى يعني إنه ما يقلب عليك. أنا هذه وجهة نظري يعني. جميل 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 أبو زيد، الله يحفظك يا رب، ووجهة نظر سليمة وعجيبة صراحة، ومنكم نستفيد صراحة يعني، جميل رائع. فاتن صباح الخير. صباح النور. يا هلا. لا 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 ايش فيك روان؟ انت مو قطي هلا والله. بعدين من الطلب يعني ايش فيك من الصبح من بتعامل معاهم اعرف لهم ايش ترى؟ زين فات لفظ جدلا في احد يهمني احنا ترى نهتم. لا 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 اسمع شوف خليني اقول لك شغله. الانثى غير عن الذكر. حلو. الانثى مزاجها يبلش طول اليوم زين. من أول ما تقعد هي فوق تحت تحت فوق كذي إنزين. حلو. الرجل شلون الرجل يقعد من النوم لكن حلم خايس إنزين يمسك معه طول اليوم. لا مو صحيح. إذا بلا تكلمي. صدقيني. لا 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 عندنا. إحنا نشوف إحنا عايزين معاكم قاعد نشوفكم. حلو. إنزين إيه بعدين إذا ياك شيء مثلا يونسك عادي تمسك مع اللي يونس ما عندك مشكلة إنزين هذا الرجل. إيه. إنزين فهم هم أنتم يعني هم المتقلبين بس أنتم تقلباتكم مو كثر تقلباتنا. إنزين عادي عادي أطلب استراحة فاتن. فاتن لأول مرة أبيش بامتحانة تمتحنين ويا نفس الامتحان. قول حلو أنت راح نسها مو أي سؤالي. الحين كرجل رأي أنت شلون تتعاملين مع المتقلب؟ هل أنت متقلبة أو عندك تبرير أو أنت عارفة شلون تتعاملين؟ الحين أنسي مو رجل وامرأة، إحنا الحين نأخذ بشكل عام. رجل اللي دقوا عليك الحين ثلاث ارباعهم منهم هني هيك وهيك، في شباب وفي بنات. لا الشباب شنو قالوا؟ قالوا احنا مو متقلبين، معنا تقلباتهم لا شويه مو كثرنا. انزين الحريم اكثر. هذه واحده. انزين خلينا نمسك سالفه هذيل الابراج اللي كل ساعه تقعد برج. انزين السرطان والجوزاء اثنينهم متقلبين. انتوا الجدي زين متقلبين بس بينكم بين نفسكم يعني ما تطلعونها حق الناس. اوكي. يعني وفجاه القاكم معصبين ها قلبتوا كذي كذي راح يصير فيني عرفت ايه بس انه الحمد لله انا ممزج لاني اسف اليوم قطرتي فشوي ممزج. فات السؤال تدري شو السؤال اليوم؟ انا ادري يا ادري بس قاعد احاول اوخر عن سؤالك لان ما ب ايه كنت مخرين على السؤال قاعد احاول ادور قلت انا متقلبه قلت خلاص اوكي قلت بعد فين من من كله منك لا فاتن عادي انا معترف هذا من الصبح معترف انا من الصبح وكل الناس دقوا واعترفوا معانا عادي خلينا هي انا قاعد اصير يعني كذي انا اللي عندي حكمه عرفت بس ما خلاني طلعني من طوري صدقين اي انا كنت راح اعطيك لحظتك وتعيشين يعني لحظه ال اي وهو الا يطلع فاتن ما يصير صح شلون هذه واحده من دروسها لا تعلمها ان المره خلها تعيش لحظه المجد مالها خلاص انا ترى في نغر صباح انا اشوفها مدرسه اتعلم كل شيء راح ابهركم احنا تو ترى الحين ثاني شهر بالسنه اعطوني اعطوني نص السنه
راح اتغير انا راح اتقلب. انا عندي احساس ان هذه السنه صدق راح تكون يعني بالنسبه لك نقطه تحول. يا رب تكفين حافظ الاحساس هذا روان. عاد نقطة تحول زينة صح؟ عاد زينة. أنا دائما أتفائل بالخير، فأنا إيه؟ أحس لأن أمس كذي أنا ودي أعرف أقول لا، واليوم إن أنا إيه؟ قاعدة، فأنا قاعدة أقول ها حلو حلو. لاحظتي صح؟ إي بديت قاعد أحط خطط. قاعد أحط إي. قاعد عجبني. إيه؟ بس شنو؟ التطبيق. الحكي أنا وياك. نبي تطبيق. هذه مهنة الربع. إيد نبي إيد بعض. ربع يشيلونه يا حبيب ربع يشيلونه. ها؟ وأسمع الأغنية أنا هذه. ربع يشيلون دي شيلة أغنية ربع يشيلون أحبي أوبريت. وآخر شيء ما راح تطلع هذه الكلمات لأني أنا أدري أنا أدري. لا 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 صدق والله لا 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 أوبريت أوبريت لا. يا جمال يعرفها تكفون. لا 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 لا, لا ما يصير أقول شيء. لا ربع يشيلون يا حبيب ربع يشيلون. قعدت ألف عبد المطلب ما قعدت ألف. اسمع أحمد خلاص راح أسمع أحمد صراحة رجع لك ربع يشيلون يا حبيب. الكويت اليوم نغم الصباح وبداية مع ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد والاثنين 25 و 26 فبراير بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، ويستأنف العمل الثلاثة 27 فبراير. عندنا السكنية تعلن عن توزيع بطاقات الاحتياط لقرعة القسام الحكومية بجنوب سعد العبدالله للدفعة الثلاثة عشر من الضاحية N4 اليوم، وأولوية التوزيع المخصص لهم حتى تاريخ 3/6/2006 وما قبل. 30 صار خاف الناس عرفت كم قلت؟ 30 لا 30 لا تحاتوا الأموركم طيبة N4. الخبر الجاي جدا مهم وأتمنى من الكل فعلا يشيل هذه المسؤولية وتختارون بضمير. مجلس الوزراء للمواطنين اختار أولوياتكم في برنامج عمل الحكومة عبر تطبيق سهل، وأتمنى من الكل يساهم في هذا بما أن احنا كلنا نطمح للتغيير وتحسين أوضاعنا. فبليز اللي عنده تطبيق سهل يدش يختار أولوياته عدل لبرنامج الحكومة الجديد. عشان شنو؟ الحكومة ما دايدها لنا، فإحنا لازم نبادر ونعطي خلينا نقول اقتراحات مفيدة. والأمانة عشان بعيد عن المصلحة ايه؟ الشخصية. صراحة مبادرة جميلة حلوة جداً 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 جداً. ويعني خطوة جديدة بالنسبة لنا صح. وربي إن شاء الله يوفقهم في سبيل إنه يعني نحقق نتائج اللي إحنا نطمح لها. أنا راح أدش أكتب أولوياتي وكلنا إن شاء الله كل واحد يبادر ويكتب. وحق الناس اللي تبي تعرف وين لما تفتحون التطبيق الإشعارات هم راح يكون دازين لكم المسج. برافو عليك يا سارة. جميل جدا. الحين ننتقل للصحة. تدشن حملة تنظيف وتخضير وتشجير الساحات الخارجية للمرافق الصحية حرصا على توفير بيئة آمنة وصحية وداعمة لصحة جيدة. صفقة هذه صفقة. برافو عليكم والله والله برافو عليكم. إيه وأخيرا جميل. والهيئة آخر أخبارنا لليوم، هيئة الاتصال تدعو مشتركين شركات الاتصال لتحديث بياناتهم. حلو حلو حلو. الحين ننتقل لإجازات الكويتية اللي دائما نفرح ونفتخر ونسعد فيها. حقق أبطال الدرجات المائية مراكز متقدمة في الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للدرجات المائية، وكان توزيع المراكز كالآتي: فئة الجي بي 4 سبارك فهد اليعقوب يحصل على المركز الأول. صفقة يا فهد، تستاهل يا بطلنا. أما في المركز الثاني فحصل عليه أحمد الخضاري. صفقة. ومن فئة الناشئين سكي جونيور 3.1 يوسف رمضان يحقق المركز الثاني. ألف مبروك. برافو عليك بطلنا. وعندنا بطلات الرماية حققوا في فئة الرماية 10 متر مسدس البطلة غزلان حسن والبطلة إسراء بهمن والبطلة عذاري البلوشي الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة الفرق ضمن منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الشارقة. يا سلام بنات. عقبال غزلانك يا رب إن شاء الله يا رب تكون بطلة يا رب. ألف 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 مبروك. وآخر إنجازاتنا اليوم حققوها أكيد أبطال منتخبنا للتايكواندو 3 ميداليات متنوعة في ختام مشاركتهم في بطولة كأس العرب المصنفة دوليا والتي أقيمت في إمارة الفجيرة. مصعب المسعودي وحصل طبعا تحت طول 160، وليد المطيري حصل على الفضية تحت طول 160، وحسن شمو أخذ البرونزية تحت طول 172 للأشبال. ألف مبروك يا شباب. ألف مبروك. طيب عليكم أبطالنا، فخورين فيكم الله يحفظكم يا رب إن شاء الله. اليوم أنا متألق قلت معلومة صجية موجودة بالإعداد عن دخولنا لموسم العقارب والبرد الشديد ويستمر 26 يوم. قصد العقارب مو الأبراج عشان الناس لا تنهار. لا موسم العقارب نفس زيرق نفس الموسم هذه البوارح
شاء الله. شوف شوف اسمع اسمع شوف شوف فجأة كان يوصل لي بالواتساب أسامة دازلي جدول المواسم كلها. لا تقول هو يعني اختبرني ولا لا هو انا خايف. لا هو حب يفك نفسه صح. يقول هذا الولد شكله مطول وايد باله طويل ويدقق صح. خل اعطيه المواسم كلها 100% عشان يضيع عشان يركز ما تركز يصير فيك وايد. لاحظت والله لاحظت. فدام احنا في موسم العقارب البارد ان شاء الله انا بشتي زين ساهر تقدر تدزني بالهواء. جونا اليوم صباح الخير أسامة. صباح النور طلوب روان ونارة وساهر وهزار. هلا والله صبحك وربحك. الحين السؤال لك يا أسامة شنو كان قصدك لما دزيت هالجدول حق طلوب؟ قلبه متروسة هذا. إيه وايد طول فيها أسامة. لا هو مرتبط في موضوعكم اليوم الانفعالات. صاير أسامة خلاص وصل أتوقع تقلب أقصى معك. لا يعني هي شغلة مخالف مداخلة كذي بسيطة يعني. مرونة المشاعر يعني في الشغلة اسمها مرونة المشاعر. أوكي مرونة المشاعر هي فطرة بالإنسان يكون يوم حزين يوم سعيد يوم مضايق هذه مرونة المشاعر. وفي شغلة ثانية طبعا هذه فطره الانسان مفطور عليها لكن الشغله الثانيه اللي هي اداره الانفعالات. ان انا شلون ادير انفعالاتي هذا اختيار الانسان هو شلون يدير انفعالاته. صح صح. فتخيل مثلا شخص يكون هو دائما سعيد او دائما حزين ويأثر علي بمشاعره هذه فيكون اختيار عندي انا شلون اقدر اتعامل معه. يا سلام. ترى مثل الجو الجو تخيل اذا كان الجو كله حار ولا كله بارد صحيح ولا كله صيف او كله شتاء زين راح نحس بالملل. لكن الحين الجو قاعد يتقلب صحيح في صيف في شتاء في مواسم في كذا في كذا. فانت ادارتك حق انفعالاتك هذه نفس الجو شلون قاعد تتعامل معه بالضبط كذي يطلب. وانت اسامه خليك برن معك. يعني اسامه رفع وشبس على طول يعني سوالك يهجي شوف شلون بس انا اخر شيء فانا طرشت لك هذيلا يعني شو اسمه اساس تشوف انه شلون اساسه راح يصير ملل فلازم يصير في هذه مرونه بالجو مرونه بالمشاعر. يبقى انك عاد انت إدارة الانفعالة. أيوة بس صدق لك المعلومة بس واضحة التطبيق صار الحين سهل منطقي ترى أسامة. والله نتعلم منك كل يوم والله صدق. فأنا كل يوم راح أقول حق طلوب لما أشوفه يتحمس على أي شيء في الحياة بقول له اضبط انفعالك اضبط انفعالك. يتذكر الزلام من أخي. صحيح صحيح صحيح. خلاص تم أسامة الجدول راح أحفظه وراح أبتدي إن شاء الله مشواري في حالة الطقس ولن أتألق. عنواني في هذه المرحلة لن أتألق. لن تتألق لا مش تبوني أتألق. لا أضبط انفعالاتي. لا ضابط سأكون ضبط انفعالاتي ومرن مع حالة الطقس. هذا هو. أيوة بالضبط. أشوا إحنا فبراير وصلنا خير. عرف الدرس بفبراير. أول السنة الحمد لله. خلاص الحين هذا صديقنا لأنه وايد ركزنا عليه. صحيح. أنا فهمت إنه يعني لازم إحنا ما نتنمر لهالدرجة على الصديق. زين. صح. ايه ربعي شيلوني سامع حاشي فوبيا كل ما اسمع نشرة الجو اغير على القنوات. اي احد يقول لي شلون الجو لا تطار الجو انا حاش ما قلت اروح دواوين مو قادر اصير برد بس ارى اليوم راح انفعل وقصدي اتحكم بفعالاتي ودمرت حياتي. اسامه ما شاء الله اليوم يمكن سولفنا وقلنا احنا دخلنا في موسم العقارب والبرودة الشديدة مستمرة يمكن لاحظناها خلال 3 أيام اللي طافوا. فنبي نعرف إن شاء الله خلال الأسبوع هذا والأيام القادمة شنو راح يكون الوضع في حالة الطقس. أنت تبي يوم الخميس؟ مسافر. أريحكم. مفارقة معا. أي. إذا وين بتروح عشان أقول لك الديرة هذا شنو الجو فيها؟ رايح القاهرة.
شنو بسوي لهم حرة هناك؟ لا تحت الهواء، تحت الهواء طرف. أوكي. إذا راح وعفس الجو خلاص اثبتت، فدير بالك. صح صح. إحنا بنعرف أجواءنا هني بالكويت أول. لا الكويت، نرجع حق الكويت. نرجع الكويت. بما أن مثل ما قال طلب دخلنا موسم العقارب والأجواء صدق الناس اللي كانت تنطرها من خلينا نقول آخر 11 أعتقد الحين بهالثلاث أيام أو من الويكند بدأ خلينا نقول وايد ناس قاعد يقولون ها الحين دخلشته، فالناس أكيد بتطمن، هل هذه بس موجة برودة مرة علينا ولا ممكن تستمر الأيام الجاية؟ فتفضل. هو طبعاً الأجواء الباردة والمعتدلة بنفس الوقت، يعني بالنهار الأجواء تكون معتدلة لكن بالليل أجواء باردة مع انخفاض درجات الحرارة إلى اليوم يعني بحدود 6 درجات مئوية الصغرى، العظمى اليوم توصل إلى 22 درجة مئوية، الجو معتدل بالنهار وبارد بالليل، الهواء الشمالي غربي يتراوح سرعته من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة، والبحر إن شاء الله من 1 إلى 3 أقنام. باكر إن شاء الله الجو معتدل بالنهار وبارد بالليل مع انخفاض الصغرى إلى 10 درجات مئوية، والعظمى توصل إلى 23 درجة مئوية، الهواء الشمالي غربي راح يكون في اعتدال في سرعة الهواء، توصل سرعة الهواء إلى 38 كيلومتر في الساعة، والبحر من 2 إلى 5 أقدام. في يوم الأربعاء العظمى إن شاء الله 22 والصغرى تنخفض إلى 9 درجات مئوية، والهواء الشمالي غربي تراوح سرعتها من 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، والبحر من 2 إلى 4 أقدام. في يوم الخميس العظمى إن شاء الله 23 والصغرى تنخفض إلى 10 درجات، والهواء الشمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة، وتتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، والبحر من 2 إلى 4 أقدام. فالأجواء إن شاء الله يعني المعتدلة بالنهار لكن الباردة بالليل مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى بحدود 6 إلى 10 درجات مئوية، والهواء اللي راح يكون خفيف إلى معتدل السرعة، عندنا بس باكر اللي راح يكون فيه يعني اعتدال في سرعة الهواء اللي راح توصل إلى 38 كيلومتر في الساعة، لكن الأيام القادمة كلها تكون الهواء راح يكون خفيف والأجواء مستمرة في الاعتدال في درجات الحرارة بالنهار يعني الانخفاض في درجة الحرارة الصغرى بالليل. جميل جميل أسامة، يعني اللهم لك الحمد، الأجواء عجيبة الحمد لله. طبعا انفعالاتي قاعد أحاول كثر ما أقدر، طلع وايد صعب أسامة، صعب ترى. أنت قاعد تفكر بالموضوع وايد. لاحظت لاحظت أسامة ما تتخيل إيش كثر أنا مو قادر. مو قادر يتقبل الفكرة أصلاً. أبدا 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 يا أسامة. بس أسامة والله يعني بسألك سؤال خارج النطاق، يعني اللهم لك الحمد، إحنا ما زلنا نكرر نقول الله يديم هالأجواء الجميلة الحلوة خاصة في شهر فبراير، إحنا قاعد نستمتع فيها صراحة، اللي على قولتهم قاعد يمارس الأنشطة الخارجية شالية بزرعة أو أي رياضة كانت، ونفس الوقت مستمرين بهالأجواء الجميلة. أسامة أنا قلت شيء اليوم ما أدري إذا من ذاكرتك ممكن تسعفني وتساعدني، أنا قلت لك خارج نطاق هذا، أنا اليوم رددت شغلة قلت ربعي يشيلونه يا حبيب، هذا أوبريت مر عليك من قبل؟ مو مر عليك؟ ربعي يشيلونه يا حبيب، وين سامح أنا؟ لا عطنا إياها مشكلة أسامة، هو مصمم وأنا قاعد أقول له هذا شيء أنت مألفه، لأنه ما في ولا غنية في العالم فيها المقطع، وهو يدري أنه هو دائما تخون الكلمة يغضب لحن وتخون الكلمات، جايز واضح جايز والله طب والله طلب ودي أشيلك بس الذاكرة ما كلش ها؟ اي والله انا قاعد احاول ايه ادور مني يعني بخبايا العقل الباطن من هناك في شيء ما ضبطت ها؟ خل نضبط انفعالاته خلاص انا يا متالق يا بلحن يا بكلمات يا بجو. يلا عبال ما اتالق بشيء ان شاء الله كذي مثمر يا رب، ادعوا لي انت ادعوا لي وسام في السنه هذه. الله يرحمك ان شاء الله بالسلامه ان شاء الله والأمور طيبة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. يا رب يومك سعيد وجميل يا حبيب القلب يا أسامة. يا ربكم سعيد يا رب وربي يحفظكم. شكرا سلام. شكرا الله يحفظك يا رب. أوه قول ألو. أقول ألو. ألو صباح الخير. ألو. ألو يا هلا. الله. أنا على الهواء. إيه على الهواء. أوكي أنا ترى مو داك أشارك البرنامج ولا شيء، بس على أساس إني أصلح معلومة تطلب. إيه صارت إيه. اي لان انا موسوعة ومرجع في الموضوع. انا ادري سانس بس يعني بدايه القصيده مو حلو. اي شنو هذا سلمك الله اوبريت اه يا زمن او اه يا المان عبد رضا اللي يقولون فيه اقرع قرع طاح بطاسه حلو لما كان ابراهيم الصلال مر
بالغنم كان يعني مثل دور الشاوي ويجي هاي يلعبون. تمام. فقال لو ينطح واحد يا حبيب ربع يشيلونه يا حبيب. اي حلو حلو يا بطل ولا لا؟ اي الحكي انا تلقاني كذي ادخل كذي عرض اصلح المعلومه واقول لكم يعطيك بالعكس العربية. عبد الله انت يعني تبارك الرحمن احنا نرد نكر ما شاء الله ان عبد الله صولة يعني موسوعه في المسلسلات والاوبريتات وصراحه سعيد ووصفك للمشهد جميل جدا انت بالعكس. نعم. ما صلحت انت اكدت ان انا قاعد اقول هذا الشيء سامعه مو انا. نعم. الفته نعم انا اثر على الثواني يا بدون اشوفكم انتم مختلفين. اي انا قاعد اسمعكم مختلفين قاعد اقول هذا اوبريت مشهور عن عزيز عبد الرضا. ايش تعرف زمان اعتقد اي يعني صدق شلون ما عرفوه؟ كان الناس قاعد تزولي تخيل ولا تقرا عقير قول حق طلوب ولا بس انا كنت قاعده اتشمت فيه. انت الصديق اللي شفتني يا عبد الله حبيبي انت الصديق. فهذا هو هذا هو الابريد. اوكي عساكم على القوه. الله يحفظك يعطيكم العافيه يا عبيك يا رب. احنا الحين فتحنا على نفسنا باب جديد غير الجو يا جماعه. احنا واي ومرتاح وهزار وشوفي بتويتر ويسال والربع. انا كنت بكثر من البدايه سبحان الله. كنت ابي يعني اقتل هالموهبه قبل لا تطلع. الحين الناس خلاص انا فهمت الموضوع مني يا جماعه. انتم تحملوا لان كل يوم راح يصير عندنا الموديل. انا قاعد الاحظ انتم ما تحكمتوا بانفعالاتكم صراحه ما تحكمتوا بانفعالاتكم ولا على قولتهم ان انتم قاعد يصير موضوع وياكم. هذا اقرع بقيره طاح في الطاسه. بس بالريفايس ظاهر الحين. هذا مو الموضوع ان الاكيد ان عادي. تقبلوا شعور ان انا جاي بمعلومه صحيحه. مرونه ويمكن روان يمكن اي صحيح. انا اللي ما راح انام اليوم والله لان ما هقيت. ويمكن روان ذكرت نقطه تو تحت الهواء قاعد اقول احنا بالكويت تبارك الرحمن يعني عندنا امور واوبريتات جميله صح من الماضي الجميل وما زالت مستمره. يعني عالم الأوبريتات ما يوقف عندنا صراحة ودائما ننتظر ونشوف أنه كل ماله يكون من الأجمل للأجمل. فسواء كانت الأوبريتات القديمة اللي قاعد نرجع لها أو الجديدة اللي إحنا قاعد نقول إبداع صحيح. وأكيد إن شاء الله نطمح أن نشوف أعمال جديدة. بس مو بعيد عن هذا الشهر الجميل إحنا ما زلنا مستمرين في خلينا نقول شهر فبراير شهر الكويت الأعياد الجميلة الرائعة. مثل ما تعرفين دائما الفنانين يتسابقون على طرح الأعمال الجميلة الوطنية اللي نفرح صراحة سواء كانت بالكويت أو خارج الكويت. الصولة الحبيبة الجميلة القلب أصالة في حب الكويت تطرح أغنية اسمها لا طريت اسم الكويت من كلمات سويد عبيد ألحان نواف عبد الله. شكرا صولة على هذا العمل الجميل. طول على الصوت وخلنا نسمع ماذا قدمت هذه الفنانة الجميلة في حب الكويت. اسمع برجك اليوم شي يقول. كل كلمة وشنو تدل على كل برج. ألو. فاحنا راح نعطيكم بعض الكلمات اللي تدل عليكم انت وتمثلكم احسن تمثيل. جاهزين؟ يلا يلا. فتحت الباب دائما معاكم انتو يا حلوين اللي انتو برج الحمل في كذا كلمة تمثلكم وهي بالضبط اللي تفسر شخصياتكم حق وايد ناس. انتو شجعان اندفاعيين لكن انانيين وفيكم شوية غرور. هاي كلماتهم لا وايد حبيتيهم تزود عين. اما برج الثور فكلماتكم اللي انتو تدل عليكم الصمود الصبر الكسل والجدية. برج الجوزاء الكلمات اللي تدل عليكم هي الحيوية والتعاون والثرثرة والفضول. أوه ما شاء الله. هذا إيه اليوم إحنا كان عبارة عن الجوزاء. برج السرطان فالكلمات اللي تمثلكم وتعبر عن شخصياتكم فالصبر وحنان الكون كله لكنكم طماعين وفيكم شوية حساسية. حلو. إحنا برج الأسد يا أسد أتوقع واضحة يا صديقي. الغرور والإبداع براك في إبداع الثبات والمسؤولية وأتوقع واضحة يا ساهر. أما إذا تبون تعرفون العذراء شنو الكلمات اللي تدل عليه فعندهم التنظيم يعبر عنهم والذكاء والمزاجية وحب العمل. أما أنتوا يا ميزانيين فأعتقد هالكلمات صدق تنطبق عليكم بلا منازع وتمثلكم 100%. أول شيء أنتوا فيكم الموازنة وشيء طبيعي لأن عندكم الكفتين فأكيد راح تكون كلمة العدل من الكلمات اللي تمثلكم وعندكم الجمال والأناقة. عجيب وايد. عقرب يا عقرب عقربيتو الكلمات اللي تمثلك الله يستر الحقد الغموض والسيطرة
والحدس العالي. أوه كبير ما شاء الله، فيهم حدس، فيهم حدس صراحة. إيه القوس عندهم النشاط والفضول والتأني والتفاؤل. أما عاد برج الجد السكر الحلوة هم سكر الحياة وفلة ووردة، فإحنا الكلمات اللي تمثلنا الطموح والجمال والأناقة وخفة الدم وما في أحلى منه وكل شيء جميل في الحياة، إحنا ولا شيء من اللي كاتبتها زار قلتها ولا شيء بس آخر كلمتين لازم تفكرين. العناد برافو عليك، لأن هذا فعلا كلماتنا. الدلو وانت الكلمات اللي تدل عليها الصدق، التواضع، التمرد والخروج عن المألوف. والكلمات اللي تعبر عن الحوت فهي المزاجية والإبداع والجدارة وحب الذات. شيء وايد حلو إنه لو أنت صدق تفكر الحين، حتى اللي قاعد يسمعنا بالسيارة، إنه لو كل واحد يصف نفسه بكلمات، يعني يقول أنا بصف نفسي بأربع كلمات ولا خمس كلمات، يمكن أول كلمتين تشطط بس بعدين راح تكعب ريك شوية، صح. راح تكون عليك صعب إنك أنت توصف نفسك بكلمات. أي أتفق. وتكون صادق، يعني راح تقول إنه مو كله بتمدح. طيب القلب لا، يعني راح تجيب صفات ان انت تدري فيك الزين والشين، صح. فتقول عندي كلمه واحده الحين تعبر عن حالتي كلها وتجمع كل الكلمات. قولي. اتقلب على جمره، كل شيء في تقلب عندي الحين. دقيقه ثواني لو سمحتي، لانه والله وتحقق منايا طوال يتلي ركض 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 ركض. ليش سويت؟ ما طافت. تفضلي شو اللي قلتي؟ شنو لهذا في غنيتي؟ تقلب على دم الهنا. إيه؟ تقلب اتقلب. شو الأغنية؟ بس هذه كانت. اي شو الأغنية؟ اتقلب على جمر الله. منو غناها؟ محمد عبدو. أنا الحين احتريت، أنت شلون عرفتي؟ إحنا واضح. هزار شلون عرفت؟ هزار اشتقت أكثر من الخليجيين كلهم. أويها بتعرف محمد عبدو. لا وقاعد ترد عليك إن الشنف تقلب على جمر الغلا، قاعد تدرب على قلب. أنت ما صدمتي ولا أحد تخيلي؟ شفت الرياكشن مالها؟ غريبة يعني. أنا خفت عليك. أنا عارف إنك من الكويت بس هذا شيء مو يعني. بس محمد عبدو يغني بالسعودية يعني ما يعني. عرفتي؟ مو كلنا إيه. بس يعني برافو عليكم. مبهور فيكم صراحة. اليوم يوم غريب. فتحت الباب. أنا أدري، أنا راح أسكر الباب، أنا إنسان راح أسكر الباب خلاص. بس هذا دليل إن أنت لما كنت محتار تبي تعرف الأغنية إن كل الناس اشتطت، كل الناس طلعوا الأوبريت. والله شكرا. تو واصل لي دايركت مسج من جمانة، دازت لي فيصل. أنا عندي عبد الله كلهم دازين لي. أنا عندي ناس قول حق طلوا بعده، يعني أنا ما أدري ليش أنت يصير وياك شيء أنا الناس تقوم علي أنا. من الخميس اللي طاف زفوني أنا، شو خسرتي الحين؟ قولي حق طلوا، ترى أقرع خلاص. صح دزوا حق طلوا. والله ترى الحين الرد مرة ثانية، نقول أتمنى أن نسمع أو خلينا نشوف أوبريتات جديدة. صح إن شاء الله. أي أيوة والله ودي. يمكن أعمال كذي فنية تجمع فنانين بعمل أوبريتي. يعني دائما خلاص صارت الأوبريتات وطنية أكثر. إنزين وما حد يقايش مع الكويتين في أوبريتات. إيه مو بس إحنا اللي ننطر. إيه. الخليج كله ينطر أوبريتات. إيه. الكويت. أصلا الحين في ترند، بما أن هبة التيك توك صايرة خيال، الترند اللي صاير الحين بتيته وايد حلو إن كل الخليجيين، حتى أنا قاعد أشوف يعني قاعد يطلع لي أكثر من فيديو، تخيلوا يطلع لي واحد لبناني، يطلع لي واحد مصري، يطلع قاعد يطلعون انه قاعد يكتبون هذا الترند، ان الكويتيين حسبالهم ان فبراير مالهم هم ما يدرون ان احنا مشتطين اكثر منهم. بالضبط. قاعد يحطون اغانينا الوطنيه وقاعد يقولون ايه احنا من نستانس اصلا من فبراير، ونستانس باجواء فبراير اللي قاعد تصير بالكويت، وقاعد يلبسون الاعلام وقاعد يلبسون الباجات. فالكل قاعد يقول ان الكويتيين حسبالهم بس هم يستانسون لما يجي فبراير، هم ما يدرون ان احنا كلنا ننطر فبراير عشان فرحه الكويتيين، عشان اشتطاط الكويتيين حق فبراير. شلون شوارعهم تتزين بالاعلام والاغاني الوطنيه، ومو بس مغنيين احنا، الفنانين مثل ما قلت ساعه طلوا، مثل اصاله وغير اصاله، فهد الكبيس ومحمد عبدو، وايد فنانين. صحيح. ان فبراير الكل يتسابق عشان يتغنى بهالديره، عن هالديرة. فيعني وايد حلو ان توصلنا هالمشاعر صادقه من كل الناس. حتى اللي مسافرين الكويتيين اللي يسافرون يعني وقت الاعياد الوطنيه قاعدين يحاولون ينقلون هذه الفرحه برا. ذاك اليوم قاعد اشوف اللي هم طلبه مانشستر السوق المباركيه. صح جميل حلو. اوف يعني كان صح. شعور وايد حلو، وانه يعني انتقال هذه المشاعر يعني برا ونعبر عنها برا شيء جدا جميل. المغترب دائما يحس فيها لان بهالوقت بالذات يحوش الحنين اكثر، لا
لأنه يبي يشارك أهل الفرحة ويشوف الكل يتيمع ومستانس ولابس. فوايد حلو نشوف إحنا حتى طلبتنا يتيمعون عشان بس يخففون على نفسهم هذه بس مشاعر الشوق والولع، ويسوي لهم فعاليات والكل يجتمع ويلبسون ويستانسون ويسمعون الأغاني الوطنية. يمكن سارة قاعد تقول إن الواحد لما يسافر بهلا فبراير يشغل الأغاني الوطنية. أنا بعمات لما أسافر وأطول أكثر من أسبوعين ترنا عندي الأغاني الوطنية من الصبح بالليل، وأنا قاعد مكياج حاطة هنا هنا في جاتي روان خلاص يعني ترى بس أسبوعين ما أقدر يعني. بالطيارة بلادكم حلوة بس الوطن ما له مثل الأغنية، لازم الكل يغنيها يعني بالمطار وإحنا راعدين هالأغنية لازم هالديرة مهما نفتر العالم كله ما ردنا نرجع لها وبشوق وله ونحبها ما نقدر نفارقها، لأن صدق حمام الدار لازم يرجع مرة ثانية لداره. وفعلا الكويت يعني على كثر ما إحنا يمكن بعض المرات تحوشنا حالات إحباط ونتكلم بسلبية، لكن ما حد يقدر يزايد على الكويتيين بحبهم حق هذه الأرض، وإحنا نحبها. ولما نتكلم من باب المحبة لأن بالكويت دائما نشوفها متألقة وعالية. صحيح، وإحنا نذكركم دائما في شهر فبراير شهر الكويت شهر الأعياد والأفراح، عسى يا رب دائما يدوم هالأفراح بسعادة وبأمن وأمان. طول على الصوت وخل نعيش فبراير بالأجواء الوطنية الجميلة من نغم الصباح. أتوقع نفس الرأي. أتوقع نفس الشخصية إحنا. إيه. في تقارب في تشابه. صحيح. مع اختلافات بسيطة بين المرأة والريال، يعني يمكن هذا اللي راح يفرق فيما بيننا. أي. عشان نوضح حق الناس الصورة، إحنا قاعدين اليوم نختار موضوع لبس الأقنعة في الحياة. لبس الأقنعة. إيه لبس الأقنعة. غالباً الناس تحتاج قناع. زين لما يصير إنه مواقف مختلفة في الحياة. أوكي. وساعات يعني خلينا نقول بعمر أصغر بقلة الخبرة يصير موقف فيه خوف على المظهر أو إرضاء للآخرين، يحاولون إنه يتشكلون ويتلونون بلبس القناع هذا. حلو. إنه يصير بمنظر وبشكل إنه يجاري الوضع. أوكي. بس أنا أعتقد أو أنا رأيي هذا الشخصي إن يعني مع العمر مع الخبرة الواحد يوصل حق يعني شخصية ما يقدر يتلون فيها، يصير بشكل واحد بس يحافظ على حدود خلينا نقول اللطافة في العلاقة، يكون بروفيشنال، مو إنه يتغير أو يتلون أو يصير بشكل ثاني أو يتصرف تصرفات ما هي فيه، بحدود الإتيكيت واللطافة يتعامل مع الموقف اللي قدامه. والله شوفي سارة، يعني قناع عن قناع يفرق. يعني الحين إذا بلبس قناع أنا بغير شخصيتي وأبي أطلع بمظهر هو ما يمثلني، مجرد أني أنا أتدارك الموضوع أنا أحس أنه وايد صعب يعني صراحة بالنسبة لي. في ناس مبلي وهذا المثل يقول لك انها بين ويها الصجي، بارت فيلتش، أن هذا الإنسان شوف معدنه وين. أنا بالنسبة لي أحس إنه برافو صراحة، يعني هم قادرين، وفي ناس وايد انضرت وزعلت وتضايقت لأن انغشوا بهالنوعية من الأشخاص في حياتهم. أنا عندي صعب وايد في أقنعة نقدر أحياناً نلبسها لظروف معينة، يعني يعني على حسب الشخص على حسب الموقف، بس هو ترى الأمانة صعب جداً 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 صعب. هو صعب، شوف يعني حتى في مثل دارج يقول لك بطبيع ما يوزع عن طبعه. زين إن في طب يعني خلاص يكون لصيق فيك ما تقدر توخر عنه. أوكي. هذا يعني هذه الصفة يعني تصير مستحيل إن أنت تقدر تتلون فيها وتتغير فيها، بس تتطبع مع الخبرة مع الوقت بشيء يساعدك على إن أنت تواجه مواقف الحياة، يساعدك على إن أنت يعني تتطور في أمور معينة. بس لبس القناع يعني صعب على قولتك، يعني كلمة صعب إن الواحد يتلون يعني يصير أهوى مو أهوى. بس يعني خلينا نقول نحتاج في مواقف نحتاج فيها أقنعة. صدق والله شنو عطيني أنا ودي أعرف يعني. بالنسبة لي أحس إنه شيء يعني صعب. شوف إحنا مساعة قاعد نتكلم عن المتقلبين صح؟ أي. المتقلبين ما تلبس معاهم قناع. أوكي. بس تنتحل شخصيتهم. أوكي اللي فهمتي إن عشان أنت تتوالم مع هالموضوع هذا تصير نفسه. أوكي. مو تصير نفسه 100%، بس يعني خلينا نقول تجاري الصفات اللي موجودة فيه. وتتقبل إنه هو بهذا الطبع وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، ونحاول إن إحنا نوازن يعني فيما بين يعني في التعامل يعني خلينا نقول. أوكي. فبعد شنو في مواقف اللي ممكن ألبس قناع؟ يعني ودي الحين أخالفك أنا صراحة كلش لا أحس ما أقدر. ما تعتقد إن في أمور مثلا في الوظيفة زين لازم تلبس قناع؟ في أمور لها علاقة بالمواقف العامة، يعني لما تدخل يعني مكان عام
أوكي. في قناع تضطر إن أنت تلبسه. أكون صريحة صريحة. حتى يعني الحين مثلاً كمقدمين برامج. حلو. إنزين في أشياء ما تقدر تعكسها في الميكروفون قدام الناس. إحنا ما نلبس قناع لكن إلى حد ما تكشف كل اللي عندك. ما تكشف يعني شغلات تأثر على أدائك. وظيفة يعني ملتزم أنت يعني في قناع الوظيفة على قولتهم. أي يعني هو الوظيفة صح 100%. يعني أنا ما أدري إذا راح نصنفها قناع صراحة. بس هو عادة في أشخاص يتقبلون في أشخاص ما يتقبلون. في أشخاص يحبون وجهات النظر اللي أنت قاعد يعني أنت تملكها وتحملها وفي ناس بالنسبة لهم لا ما يصير. فأنت دائما تكون موازن. فأنا أحس أنه قاعد أوازن مو قاعد ألبس قناع لأن بالنهاية الواحد راح يعرف شخصية الإنسان دايركت يبين. أنا ما أدري صدقين أحس الناس اللي هم كذي اللي ينتحلون شخصيات اللي يطلعون بصورة مو صورة هم يمثلونها وايد مروا علينا صراحة. يعني أبسط مثال في بعض الشخصيات مثلا ينصدمون بالسوشيال ميديا يشوف شخصية عجيبة بالواقع يشوف انه هو عكس اللي قاعد يشوفه بالسوشيال ميديا كأنه ماخذ قناع الثقافة قناع البرستيج والعكس صحيح. في ناس مثلا يقول لك انه انا ما توقعته كذي. ابسط مثال ترى في ناس وايد انصدم فيهم بالواقع يقول الله شو طلع هالإنسان كذي. احس يبين في سنسر حق البشر يقدر يصيد لك هذا الإنسان. إنزين تتفق معي على نقطة انه لا تعطي اللي قدامك اكثر من قدره. يعني تلبس له قناع اللي هذا قدك هذا حجمك هذه حدودك فأنا ألبس لك هالقناع هذا. شوفي أنا من بديت بنغم الصباح وأحس إن أنا قاعد أطلع بشخصية ما ودي أطلع بشخصية. ودي صراحة ودي بس أنا ما أقدر. أنا أقدر الكل يعني أنا هذا يمكن جامل أجاملي أجامل وأكون دبلوماسي ويزعلني وتضايق. بس أنا بالنسبة لي صراحة يمكن بتعلم الحين هالسنة إن شاء الله أن أبتدي أعطي حق كل شخص قيمته وحده لأن أنا قاعد ضايق وأنا قاعد أتأثر. صح. بس حاليا عبد المطلب يقول لك لا والله أعطي كل بلبس قناع. دقيقة توا بيلبس القناع. قناع نمر المقنع كان موجود الحين بس ما خلتني. أشوف أنه والله يعني الموضوع حلو ترى. إي بس إحنا بالنهاية نقول دائما حق الناس جميل وحلو أن الواحد يكون نفس ما هو يظهر بمعدن الأساسي. جميل أنك أنت تتعامل مع البشر باللي تربيت عليه من غير لأنك تتلون لأن خيبات الظن أن بالشخص عقب ما يكتشف قناعك مؤلم وايد. صح. شغلتين الخوف على المظهر ولا محاولة إرضاء الآخرين هذيل الشغلتين إذا وخرت عنهم راح يكون قناعك هو أنت. صحيح. أنت وتظهر بشكل الناس تقبلك مثل ما أنت وتحبك. هذه كانت قهوة نغم الصباح اليوم. قهوتي باردة ما شربت القهوة من كلها من قناعة سارة. أنت اخترتي أغنية صراحة وأنا راح أروح وياك بالأغنية. ولكن أنا عندي منافس لك مع أنه هو نفس المطرب ولكن ينافس. أنت اخترتي أنت حل شخصيتك وأنا اخترت شخصي ثاني. تمنت شخصي ثاني. كراك نصفي. لا غلط. فما أدري صراحة تبين أي أغنية. راح اروح على غنيتك. يلا انت على شخصيتك. خوش. هذا الاخبار اللي انا قاعد اقراها صار لي مده طويله وقاعد ترد وتنعاد باكثر من دوله قاعد يحاولون يطبقون هذا القانون وهذا القرار. المانيا تعلن انه راح تطبق نظام العمل 4 أيام بالاسبوع اعتبارا من اليوم. عليكم بالعافيه. وما لا حسد ابد والله ابد. عليكم بالعافيه. يقول لكم راح يجربونها مده 6 أشهر ويشوفون إن راح تنفع ولا لا ومع دفع أجور الموظفين كاملة. والله راح ينفع. وما لا حسد راح ينفع. تدري ليش؟ ترى قيسوها ناس تجربتنا أيام الله لا يعودها من أيام كورونا. أي. لما كان في ناس تداوم أسبوع وبعدين الأسبوع اللي وراء أو كنا ناس أسبوعين بعدين بأسبوع. شفت A و B صح كان كذي. كان عجيب. ما حد قاعد ياخذ مرضيات. صح. اللي عنده شغل قاعد ينجز بالاوف ويك اللي عنده 100%. قاعد يجون وعنده لحد الحين باور وشغل لأنه مريح كان أسبوع. صحيح. فأنا مع هالأشياء يعني ما أحس إن أنت متى ما ريحت الموظف إنه بتقول يمكن الإنتاجية تقل. لا، لأن أنت لما تريح الموظف تخلق له بيئة صحية جميلة فيها الانترتينمنت فيها وسائل الراحة. أنا دائما أقول في تفاصيل يمكن بعض المؤسسات والشركات ما تنتبه لها. صح. مثل لما يكون لازم يكون في غرفة للاستراحة للموظفين، لازم يكون في مطبخ مهيأ، لازم يكون في ما يمنع انه يكون حتى لو ان شاء الله بتحط لك تريدميل جهاز مشي واحد. مو سالفه يعني الواحد مو هذا خراب خربوطه. لا بالعكس. مطالبة ها خصوصا الأعمال والوظائف اللي فيها كرياتيفيتي اللي فيها إبداع. لأن أصلا يعني جزء من طبيعة الكرياتيفز إنه يعني يوصلون لمرحلة يصير في بلاك أوت خلاص يعني ما يقدر ينتج أكثر. يوقف الذهن لمرحلة إنه
أحتاج إجازة، أحتاج أفصل، أحتاج أوخر علشان أقدر أحافظ على استمرار ذهني بأنه هو يقدم أعمال إبداعية. وما صار ترى مثل الأول أنه والله لا الواحد لازم يشتغل مثلاً 6 أيام بالأسبوع 10 ساعات أو 13 ساعة عشان يشوفون أن العمل قاعد يتم إنجازه، أو أنه لازم يصير في كمبيوتر ويصير في مكتب وفي قعدة. لا، لأن يقولك أصلاً الحين من بعد كورونا بيّن أن هذا ممكن أنه يتنفذ بنفس الجودة، صح، مو بالطريقة التقليدية. في ناس قعدت في بيوتها وأنجزت نفس الشغل وأحسن. وبأمريكا أنا قاعد في الحين خلقوا وظائف جديدة. ليش؟ لأن أول شيء يبون يقللون وقاعد يحافظون على البيئة عشان يبون يقللون استهلاك سيارات والبنزين والديزل وكل هذا الأمور المكتبية، وهم يبي يخلقون فرص وظيفية أكثر. تمام. وهم ما يبي يكلفون على نفسهم كشركات ان انا اسوي لي مبنى واحط لي مكاتب، هذه هم بعد كوست. صح. فمثل خدمه الكاستمر سيرفيس ما قاموا يوظفون الناس تقعد عندهم ولا قاموا يسوون مبنى، قاموا يوظفون الناس تشتغل من بيوتها. صح. يبون لها اللابتوب، يعطونها السماعه وتشتغل بساعات العمل، وقاعد ينزلون فيديوهات تقول انا قاعده ببيتي ويا عيالي وعادي قاعده بهدوم البيت وكول سنتر عادي قاعده انفذ العمليه وقاعده ارد على كل الشكاوي والاتصالات لساعات عمل معينه تقول لانه وهذا اللي قاعد يخليني انا مرتاحه. صح. ان انا اقدر اشتغل في هالبيئه. وايد ناس قاعد يقول لك انا ارتحت انه مو مطلوب مني اكون موجود بالمكتب، في فلكسبيليتي بالشغل ان انا عادي قاعد اشتغل برا. لا ينوخذ الكلام بطريقه انه يعني او ينفهم ان احنا ما نبي نشتغل او ان احنا ما نبي نشتغل. إيه؟ انا واحده من الناس اموت على، انا واحده من الناس اسوي مشاكل اذا ما اشتغلت، اموت على الشغل. مشكله تبارك الرحمن. بس الفكره ان كل ما اعطيتونا مساحه حريه في يعني في يعني في العمل، وخصوصا مثلا اذا كان جايكم شخص عنده مسؤوليه وتحمل مسؤوليه وعنده التزام، المساحه هذه تزيد من قدراته الإنتاجية في أنه يعطي كواليتي حق الشغل. أنا أشوف أنه مجرد بدون لا إحنا نشوف أنه إذا الشخص هذا عنده مسؤولية ولا، كل موظف له ظروفه الخاصة. يعني عادي أنت يوم يمكن تيجي حق موظف وما تدري يمكن هذا أوبشن ينطرح ليه قدام، ترى تقول له والله بدل لا أعطيك هالمبلغ من المعاش عشان أنت والله تكون موجود قاعد عندي 9 ساعات 8 ساعات بستة أيام بالأسبوع أو 5 أيام بالأسبوع، أنا أعطيك نصه وانت قاعد في البيت. ترى يمكن في ناس تناسبهم هالشيء، يقول ما يخالف ارضى بالنص بس انا قاعد ببيتي، يعني انا مضطر اروح الدوام والبس واشتري هدوم واروح واسوق بسياره الصبح وبالزحمه. وفي ناس ممكن بالنسبه لها ان هي تقول انا والله اتقبل اني انا مثلا انحرم من بعض المميزات اللي موجوده بالدوام على سبيل عشان راحتي. والله انا اختلف معك في هالحته يا روان. شوفي يعني ما له شغل عدد ساعات العمل. لا تقللون من الرواتب، لا تقللون من ال من لا يمكن ياخذ الشخص كبارت تايم مثلا او انه يكون يقدر يشتغل بس باربع ساعات. ليش حاسبني على انتاجيتي؟ اذا انا قاعد اقدم انتاجيه تغطي الكوست مالك، عطني اجري كامل، ما له شغل عدد ساعات العمل، عرفتي؟ فبالعكس يعني الاقتراح يعني هذا او اللي قاعد يصير في المانيا المفروض انه يعني خلينا نقول خصوصا في مجال الوظائف الإبداعية لو يفكرون فيها شوية، يعني راح يشوفون الأمور الفنية اللي تقدم من قبل الموظف راح تكون يعني بشكل وكواليتي أعلى وأفضل وأحسن وأريح. الإبداع راح يصير يعني خلينا نقول صفة لصيقة بالموظف إذا كان عنده المساحة وعنده يعني معطينا المساحة اللي من خلالها أنه يقدر يبدع ويقدم أعماله. هو مو شرط الكل يكون مبدع في عمله، لأن في بعض الأعمال مو محتاجة إبداع، لأن أعمال مكتبية مو محتاجة تكون كرياتيف. أنت أنتو كرياتين أيديز وشي، لا أنت قاعد تنفذ عمل. في دائما أنا حتى أقول سالفة الشفتات، يمكن الشفتات هي محصورة في بعض المهن يعني هم يكون عندهم شفتات. صح. بس أنا مثلا أقول شو اللي يمنع ان يعطون اوبشن حق كل الموظفين، انت شو انت بتداوم، تحب تداوم الصبح ولا بالليل؟ شو المشكله ان انا مثلا حتى لو اشتغل مثلا بوزاره ولا مؤسسه انا انسانه ليليه، ليش كلنا لازم نقوم الساعه 7 الصبح؟ وترى في ميزه ها يعني شفتات اليوم مثل ما تقلتي في ناس فعلا عندها مشكله قاعده الصبح، هم مبدعين والله العظيم هم مبدعين. صح. يعني مو انه هو شخص مو مسؤول 100%، بس هو التوظيف طبيعه شخصيته ما ينفع الصبح. صح. فتخيلوا هو يداوم مثلا من العصر لبالليل، وفي ناس ترى انا دائما اقول
أنا أدري يعني من الخيال اللي قاعد أتكلم فيه الحين إن المؤسسة مثلاً تكون المؤسسة الحكومية مثلاً تصير على شفتين، في شفتين، ولكن أنا أقول شفت ثالث مثلاً، خلينا نقول إن في دوام ليه بالليل، فتخيلوا إيش كثر معاملات ممكن تخلص، ما في زحمة، الموظفين كلهم مرتاحين، وأنا كرب أسرة قالت لي هذا رب أسرة نفسي رب أسرة إن أنا ما أحاتي إن لازم أطلع من دوامي لأن عندي التزامات دوامي وعيالي عشان أخلص معاملتي، فحلو إن أقدر أسويها الساعة 7 ولا 8 ولا 9 بالليل. صح، يعني يمكن مثل ما أنت تقول يمكن يكون مثلاً في أبو أو مثلاً عليه مسؤولية توصيل لهالمدرسة، فممكن هو يختار شفت عقب ما ياخذ ليهال من المدرسه، يعني مثلا بالهده هو ما يداوم الصبح يبتدي شفته الساعه 3 العصر، دوامه الساعه 3 العصر، فخلص هو الصبح مرتاح يوصل العيال المدرسه ويرجع يبتدي شفته من الساعه 3. في يمكن ناس على قولتك يمكن هي ناس ليليه صحيح تحب تنام الصبح، بس هي تبدع ويصير اصلا عندها قدره على الانتاج تخيل بالليل، يعني تبتدي تفكر وتخطط وتشتغل وتبدع بالليل. ونتفق على شيء ان اللي قاعد نقوله مو انه من وحي الخيال، لان في وظائف عندها شفتات، يعني في وظائف البنوك، قطاع الاتصالات، المؤسسات الأمنية، فهم اوريدي هذا الشيء موجود كسيستم، وهم قاعد يمشون وظيفة العمل بطريقة وايد سلسة لأن عندهم، فتخيلوا نقيسها على كل شيء. الله. أنا الحين ترى شنو قاعد أفكر وأنتوا قاعد تسولفون، تخيلوا أنا وين خيالي رايح؟ وين؟ أن عن بعد الإذاعة بالبيت. الله. الصبح وشنو يصير؟ إذا عندنا ضيوف شوفوا الأقوى منها ما في. أيه. ان مثلا في يوم الضيف راح يكون عندي مارني انا، حلو. أيه. مو بس عزم على قهوه رامش بيض عيون ترى والله قوي والله حلو عليتني نوم فجاه ما ادري ليش عرفت روان معنا بالمقابله ما ادري ليش فجاه قاعد نطرين نشتغل بالليل كنسل مو بالبيت لكن المانيا نصفق لهم على هالاقتراح وهالشيء اللي بيسوونه بيجربونه 6 اشهر واحنا حلو كان زين لو نشوف مش كده بيسوون لك 4 ايام بعدين يقول ما يسوى داوم على الاربعاء اسحب على الاربعاء لانه وراه خميس بعدين يحطوا لك يقول لك حتى الاحد يلا اخر شيء داومون 2-3 هذا واحد ادري والله 2 اي اجازه تصير احنا اجازاتنا ما شاء الله وايد يعني مو قبل اسبوع ما بقى شيء بداوم يوم ولا الاجازات كلها 10 ايام 10 ايام 10 ايام ردوهم على 5 ايام ردوهم لا ويضايقون الحين يعني لما صار الحين مو الاربعاء وراه الخميس وش دعوه يعني شو اقول لهم بس خلص اسبوع يعني متى تبوا الاجازه تبتدي من الاثنين بقى صح يعني اي يوم يعطونهم اجازه وش دعوه تنزل لهم بعد يوم قبله بيوم اكثر من كذي وين انا 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 ربعي الله يحفظهم بالخليج يعني دائما انا احنا ما نحس فيها اللهم لك الحمد شوفوا احنا اذكر مره سويت دراسه اسوي دراسه شلون قلتها اسوي دراسه انا شفت دراسه ترى من القطره زين ان منو اكثر عدد اجازات بالدول العالم في دول ترى عندهم اجازات وايد احنا بالخليج هني في بعض الدول عندها اجازات غير مثلا بالبحرين عندهم عيد العمال اي احنا ما عندنا عيد العمال مفروض حطوا عيد العمال هني زي حلو ترى العمال وعيد الشير والماي والهواء اجواءنا حاره نستاهل نعطل وايد صح صح والله احنا لازم نعطل اكثر من ما نداوم فواحد من ربعي يقول قاعد اقول له ما شنو قلت الخميس اجازه اجازه؟ ايش عندكم بعد يقول الله يزيد يبارك الله يزيد يبارك نستاهل والله على هالجو الحلو خبر لأن شتي وايد تحبي التكنولوجيا. تكنولوجيا. أنا تدري شو يسموني؟ شنو؟ راوند تكنولوجيا. وايد احتريت، وايد احتريت، لا 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 اليوم الكوليكشن جيم باك، الكوليكشن جيم باك. دام أنت يسمونك راوند تكنولوجيا، على سبيل الخبر هذا، صديقنا حبيب القلب اللي كل مرة نسولف عنه، اللي كل ما غطينا شوية ردينا له، يا مطير صاروخ، يا شاري تويتر ومغير اسمه. يا مسمي ولده اسم نظرية ماكو احنا ما عندنا بالدنيا هو سكت فترة سكت. الله هدا شفتي هذا سكت مدة نشوف شنو نطقه يقول لك انه اعلن عن نجاح اول عملية لزرع شريحة في مخ الانسان واللي هو بالنسبة لنا راح يخلي الموضوع اسهل انه يشفي من الامراض ومعالجة الاكتئاب نظريته هو فاحنا شنو ناقصين ناقصين نشتري تليفون جديد وتشب جديد يحوس على هالفكرة صار لسنين يعني عنده أوبسيشن هالإيلون ماسك إنه يحط شب بمخوخ الأوادم تخيلي ما أدري ليش عنده هالأوبسيشن ومسخر كل فلوسه وكل العلماء والدنيا عشان بيحط هالشب براس الأوادم ليش ما أدري شو مستحيل عموما يعني الموضوع كل ما لو يتطور يمكن سارة بالفترة الأخيرة سؤال جاوب لو صدق يكون هذا أوبشن مطروح ان هذا الشيب انا ما ادري شنو يسوي بصراحه خلي انه هو يشفي الامراض وكذي لا لو هذا الشيب كان ممكن انه يسوي وظيفه ثانيه
ويكون هذا الأوبشن موجود حق البشر، راح ترضون أنتوا تحطون شب؟ والله شوفي يعني أنا يعني أنا أنت رضيت؟ كم يدفع؟ كم نقدي؟ لا يعني مثلا تخيل بلاش، ما ابي بلاش، تبي بلاش؟ لا هو يعني نحط اوبشن انه تقدر انت تروح تشتري تشيب وينحط مثلا والله يحافظ مثلا على ذاكرتك اقوى، يخزن ارقام اكثر، تكون مثلا عندك نسبه تركيز اعلى. اي بس هذا يسوي توتر زياده. انا باي لحظه يمكن حد يطفيني. ممكن او شوفي الشيب هذا ممكن متى استفيد منه واستخدمه؟ اذا اقنعني بشيء واحد انه ممكن هالشيب يساعدني اني انا اتكلم اكثر من لغه فلوينت يس وبسرعه، لانه هو يعطيني الداتا فيصير فيني اولا بونازياس كتال بونازياس كيسا سينيور سينيوريتا استينا قام الصباح موتشو بيرفكتو. اي يعني وناسة. يصير او اكيد اتوقع اللي قدام راح يعطون كذي عشان يسوون اغراءات حق الناس، انه مثلا انت تقدر تكون ذكي في الرياضيات، اي معادله تقدر تحلها، انت تقدر اي شيء. روان تعرفين تطبخين؟ هو موجود بالتليفون، كل شيء بالتليفون، ايش حق نحطه داخل بسامع يا جماعه. شفتي شب الطباخ مال روان؟ يبي لنا ابديت وايد يسوي له ابديت لان روان كل ما تسوي له ايرور ايرور ايرور. قول لي امس كان هذا الحوار صدق؟ شو سنكنا؟ اي واحده شافتني كانت تقول ايش صار عليك فقدتي لهذا خلاص شغفي. قلت لها قاعده احاول لحد الحين والله. ابدا تقولي حاولي حاولي رمضان هذا في امل؟ يعني اذا خدمتي ردت ان شاء الله. والله ترى احس ان نبتدي شوفي روان نبتدي حبه حبه، ما بلاش كل ده. وين؟ نبتدي بالاسهل. اسهل من كوكيز ما في. اوكي اتقنتي الكوكيز؟ حتى الكوكيز ما اتقنتيها. مو اعتبرني بقول تذكر لما جبت الكوكيز هني؟ كان قوي بس الشكل كان مظلوم. النكهه كانت زينه. صحيح. عموما نامل خيرا. تبين ألين ماسك اكلمه؟ لا ما ابي، بعدين هو يمكن يدش يعرف افكاري. اي كلان عندي افكار، يمكن هو يصير عنده الاكسس يشوف افكاري. صح. بعدين يبوقها ها يمكن باكر تصير مخترع ولا ذكي ولا عندك فكره تطرح كتاب ولا تسوي لك مخترع، يمكن هو يقدر يسحبها. والله ترى في وايد اشياء ما تدري والله. ودي اتكلم باكر عن الموضوع هذا صراحه، يعني شوقني وايد. هزار لو سمحتي، باكر لو سمحتي موضوع الشب والافكار هذه اللي بيبوقها على الماسك. عموما يا رب يكون يومكم سعيد وجميل. كنت انا معكم عبد المطلب نذر، وانا معكم ساره سويدان، وانا روان مرزوق، واكيد ساهر من ورا المكسر وهزار من الاعداد. الوعد ان شاء الله باكر سي يو اديوس، لان الشب الحين شغال. اديوس استريجو.